مساء الخير عليكم، مساء الخير، مساء الفرحة والسعادة. كل سنة وانتم طيبين على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. كل سنة وحضراتكم طيبين. إن شاء الله عيد سعيد على الأمة العربية وعلى الأمة المصرية وعلى كل شعوب العالم إن شاء الله، على قائدها القائد العظيم الكابتن طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي أنا في رأيي أنه رجل التحديات. بنقول كل سنة لرئيسنا، لجيشنا، لشرطتنا، لشعبنا كله. كل سنة وانت طيبة يا سهام، وانت طيب، وعيد سعيد على الجميع. كلنا كل سنة واحنا كلنا طيبين، كل سنة وكل الأمة العربية والإسلامية بخير. مساء العيد، مساء الفرحة، مساء جديد في البيت الكبير. برحب بحضراتكم، كل سنة وانتم طيبين. البيت الكبير النهاردة حب يعيد عليكم ويسهركم معانا، إن شاء الله سهرة تعجبكم. ودايما البيت الكبير من أول يوم وزي ما قلنا بيجمعنا يا كابتن هاني. طبعا فنهاردة إن شاء الله عندنا ضيوف هتستمتعوا بأصواتهم علشان هيعيدوا على حضراتكم، على الشعب المصري كله. وكمان معانا مفاجأة في آخر الفقرة دي هتستمتعوا برضو بيها جدا، وجمهور الأهلي هيستمتع بيها جدا جدا. خلينا اقول لك ان احنا هنخرج بره الاطار شويه، الاخبار والكواليس. خلينا نفرح مع الناس طبعًا، ونعيش الفرحه مع الناس، ويكون معانا نجوم كتير جدا انتوا النجوم بتحبوها، واكيد معانا نجم من ابناء القلعه الحمراء، وهيكون معانا ان شاء الله مفاجآت كتيره جدا جدا في السهره النهارده يا سهام. طبعًا. ويعني زي ما بقول لك عايزين نعيش مع بعض فرحه طبعًا. فرحه العيد ولمه العيد. وان شاء الله باذن الله يكون كل ايامنا اعياد باذن يا الله. رب يا رب الله. هو الحقيقه العيد يعني يمكن بقى مختلف شويه، وبقت الفرحه شويه مختلفه، بس لازم في العيد نفرح ولازم في العيد نعيد. وفي يعني في عيد الاضحى يعني تحديدا الاجواء بتاعته بتكون مختلفه ومميزه في مصر. العيد يعني الخروج، يعني جناين، يعني بتذبح، يعني عيدية. بص يا سهام، حاجات يعني كتير جدا. انا في وجهة نظري الشخصية ان العيد في مصر ليه طابع خاص جدا. العيد في مصر وخاصة كمان رمضان بيبقى ليه طابع مميز جدا. على سبيل المثال انا يعني انا مولود في عبدين، حي شعبي. كان عندنا حارة كده صغيرة قاعد فيها، فكنت بصل لغاية صلاة العيد. بفضل لغاية صلاة العيد فعلاً. علشان الناس اللي تحتينا يعني الله يمسيه بالخير، عم عبد العزيز وولاده الحلوين، اول اضحيه بتطلع عندنا في البيت. الله. ودوت يعني ما تقدريش تلمسيه في اي صح. حته في العالم صح. يعني دي هو حقيقة. ده هو ده الشعب المصري. كلنا سعداء بالعيد، مسلمين ومسيحيين، كلنا كمصريين سعداء بالعيد. بنشوف ده في عيون الأطفال، في بسمة الناس الكبار. صحيح. بنشوفها في العيدية. العيدية بقت خلاص ماركة مسجلة صح. للأعياد صح. وزي يعني يا ربنا إن شاء الله يديم مصر على أعياد وفرحة وسعادة. وعندنا طبعا فرحة العيد مع الناس صح. عندنا تقرير ازاي كان لازم نرصد الفرحه طبعًا دي النهارده، خاصه وان احنا في اول يوم يعني هنعيش معاكم. لكن خلينا دلوقتي نروح لتقرير بيرصد العيد والاجواء ديت دلوقتي. تقرير يمكن بيرصد ملامح فرحتنا بالعيد بشكل عام، لكن إن شاء الله الأجواء دي ترجع تاني والتجمعات دي ترجع تاني بعد ما إن شاء الله يعني تمشي كورونا. بس لازم يكون في إجراءات احترازية، لازم نكون كلنا مخليين بالنا. الأهلي كمان يمكن بيخلي العيد ليه طابع مختلف. يعني إحنا مثلا الحمد لله مش بنزعل، مش يعني لا بنزعل ولا بنزعل جمهور الأهلي. عمر النادي الأهلي ما زعل جمهوره في الأعياد طبعا. وإحنا دايما الحقيقة ده حضرتك عارف يعني يا كابتن انه الاهلي هو فعلا مصدر السعاده على جماهيره. يمكن في الاعياد يمكن كنا بنتكلم امبارح انه في مباريات كتيره جدا للاهلي بتتلعب في العيد، وبتبقى الفرحه فرحتين انك تشوف اللعيبه بتنزل وبتلعب وانت متاكد ان باذن الله ان هم هيكسبوا. ده بيمثل فرحه خاصه من نوع خاص. طبعا طبعا احنا كجماهير النادي الاهلي، وانا كنت واحد منهم، احنا دايما الاعياد بالنسبه لنا مع ماتشات النادي الاهلي بنقول العيد فرحتين. أيوة. وكان عندنا ثقة كبيرة جدا جدا ان النادي الاهلي هو بيمثل السعادة في كل الاوقات في الاعياد، وخاصة في الاعياد. على سبيل المثال البطولة الافريقية في 2012 سان داونز وفوز النادي الاهلي بيها برضو كان في عيد الفطر. فالاهلي دايما بيلعب على الفوز. صحيح. وده طبعا شعار النادي الاهلي. ودايما فرحة الجماهير بتيجي من خلال النادي الاهلي. تعالوا نشوف التقرير اللي معانا ده وقد ايه النادي الاهلي هو سبب سعادة الجماهير.
دايما مفرحنا زي ما قلنا ان شاء الله هنحسب بطولة الدوري كمان علشان يفرحنا اكتر، ودوري ابطال افريقيا ان شاء الله هنحسمه برضو علشان نفرح اكتر. وفي كلمة لفتت نظري مش عارفة سمعت اخدت بالك منها ولا لا، انه لما بيلعب الاهلي في العيد وبينتصر بتكون دي احلى عيدية لاحلى جمهور. طبعا مفيش شك، دي حقيقة فعلا. لا مفيش شك زي ما قلت لك، يعني هو النادي الاهلي دايما معود جماهيره خاصة في الاعياد على البطولات. وطبعا سيرة البطولات لازم تتصل بسيرة الأبطال، ومعانا بطل من أبطال النادي الأهلي ونجم كبير جدا جدا كل جماهير النادي الأهلي بتعشقه، وأنا على المستوى الشخصي لأنه كان بيلعب في نفس البوزيشن بتاعي. ومعانا على التليفون الصخرة كابتن وائل جمعة. مساء الخير يا كابتن وائل. مساء الخير يا كابتن هاني، ازي حضرتك؟ كل سنة وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى أسرتك. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك يا سام. كل سنه وانت طيب. قناه الاهلي، ويعني مبسوط ان شفتكم. اولا كل سنه ومصر طيبه والامه المصريه كلها بخير وسعاده، وان شاء الله يعني دايما بلدنا من فوق لفوق والناس كلها تبقى في احسن صحه واحسن حال. يا رب. وانا سعيد جدا ان انا معاكم النهارده في يوم العيد والله. يا رب. منورنا كابتن وائل، وطمنا عليك، يعني طمنا عليك اخبارك ايه، وعايزين كمان نعرف اكيد كان في كواليس كتير جدا وكان في حاجات بتحصل في العيد من خلال مباريات من خلال معسكرات، عايزين نعرف بعض الكواليس اللي كانت بتمر عليك في العيد. والله انا اخباري الحمد لله كابتن هاني، انت عارف الفتره اللي فاتت كانت الدوريات متوقفه والشغل ما كانش فيه شغل كتير، انما الحمد لله الدنيا رجعت والدوريات رجعت، فبقى عندنا ضغط شغل، فالاجازه ضاعت على الواحد. كان نفسي ان انا انزل الاجازه دي اعيد في مصر طبعا، انما ولادي ما لحقتش تحجز، ما لحقتش تيجي صح؟ لا ما لحقتش، ما فيش اصلا، ما فيش طيران اصلا، الواحد ما عرفش ينزل. فان شاء الله خير يعني الحمد لله، طالما الواحد واولاده خير الحمد لله وصحتهم كويسه ده اهم حاجه عندنا. بس فانما الحمد لله، انت بس في التقديم قلت يا كابتن هاني ان احنا دايما في الاعياد بنفرح جمهورنا. ده صحيح. لا احنا لاعبتنا على طول الحمد لله بتفرح جمهورنا كابتن هاني، واللي بيلعب وخاصه كمان في الاعياد طول السنه، وكمان خاصه في الاعياد على طول فرحان الحمد لله. يعني على طول الحمد لله فرحان، فدايما النادي الاهلي بيسعد جمهوره، وعندنا مبدا القتال في كل مباراه، والروح اللي احنا متميزين بيها دي عند جمهورنا اهم من البطولات، ودي النقطه اللي بتخلي اللعيبه تستمر جوه النادي الاهلي وتستمر لاطول فتره ممكنه. واللاعب اللي بيبقى عنده الروح دي وعنده الحماس ده وعنده الغيره والرغبه على انه ينجح في النادي الاهلي بيستمر فتره طويله يا كابتن هاني، وانت عارف ده صحيح، عارف ولا بيقبل تعادل ولا هزيمه. احنا يعني جمهورنا بيقبل الفوز بس الحمد لله، وبيقبل لو فوز بدون قتال ما بيقتنعش بيه. احنا بدون روح وبدون رغبه، يعني عشان برضو الناس ما تاخدش كلمه قتال دي بحاجه سيئه، لا هو الروح، وان انت اللاعب يبذل اقصى مجهود في المباريات لمصلحه النادي ومصلحه التيشيرت اللي هو لابسه. فده شعار لاعبتنا وشعار نادينا كده، يعني انت بتعمل كل اللي تقدر عليه عشان تسعد جمهورك وتحقق الفوز لفريقك. وده اللي اتعلمناه وتربينا عليه وائل من قطاع الناشئين من اول ما دخلنا النادي واحنا بنتعلم الجزئيه ديت. وكمان كان الناس بتستغرب الاهلي عامه بيجيب في الدقيقه 90 في الدقيقه 94 الاهلي بيجيب جوان، وبقى ترند كبير جدا وبقى علامه من علامات النادي الاهلي ان هو في الدقيقه الاخيره بيجيب جوان. فده يعني ده اللي بيقوله وائل، وده اللي كلنا بنقوله، ان النادي الاهلي لا يقبل الا الفوز. طيب ما تفتكرش اي حاجه وائل حصلت مباراه مهمه جدا كانت في العيد، استعداد الفريق كان عامل ازاي، اي ذكريات في العيد ومباريات اللي فرحتنا في العيد؟ يعني احنا الحمد لله فرحنا كتير يا كابتن هاني والله، من كتر المباريات من كتر الفرحه الواحد مش متذكر حاجه ثابته، انما احنا مر علينا مواقف كتير جدا. انت عارف في الكوره من كتر ما بتلعب للدوري وبتلعب منتخب وبتلعب افريقيا وبتلعب بطولات كتير، طول ما انت في النادي الاهلي انت في ضغط وفي في 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 استمراريه لعب على بطولات واستمراريه رغبه واستمراريه رغبه في الفوز يا كابتن هاني، عدم الاستسلام في كل مباراه. يعني انا في مره
قلت لو بنلعب دوره رمضانيه النادي الاهلي يبقى هو بيلعب اي حد باسم النادي الاهلي مطالب بالفوز طبعا. فده ضغط حلو، ضغط وحاجه مسؤوليه كويسه، عدم الاستسلام لهزيمه وعدم الاستسلام لتعادل، كل دي حاجات بتميز النادي الاهلي وبتميز صراحه الفتره اللي انا لعبت فيها. انا طبعا في النادي الاهلي ما ساعدنيش الحظ ان انا ابقى مع الكابتن هاني لسه كان بيقول لي انا معاه في المنتخب طبعا، ودي حاجه من الحاجات اللي الكابتن هاني من الناس اللي علمتني مبادئ الدفاع تمام والله يعني وتاريخ برضو. انا بعتبر كابتن هاني من احسن مدافعين اللي انا لعبت جنبهم يعني تاريخ كبير جدا جدا كلاعب وكمحترف وكمسؤوليه يعني اللاعب المسؤول في الكوره قليل جدا لما يعني تلاقيه موجود او يبقى جنبك ويساعدك. فكابتن هاني واحد من الناس دي، وانا كنت سعيد ان انا موجود معاه في المنتخب، انما كنت اتمنى ان انا اكون معاه في النادي. انما الحمد لله يعني انا سعيد ان انا زميلته في المنتخب فتره، ويعني اتمنى لكم التوفيق في البرنامج والله. شكرا ليك. اتمنى التوفيق ليكم في الشكل الجديد والقناه الجديده، والناس كلها مبسوطه بصراحه، حاجه تليق تشرف وكل من ينتمي للنادي الاهلي. الكابتن اللي احنا عايزين نعرفه منك كمان ونستغله يعني وانت معانا على التليفون، اداء فايلر. يمكن في الفتره اللي فاتت ديت كان الكل بيعلق على يعني او بيشيد باداء فايلر في الملعب ومع اللعيبه، عايزه اعرف برضو ده يعني راي حضرتك ايه ورؤيتك والفتره اللي جايه واستعداداتنا للدوري شايف ايه؟ انا شايف الراجل ماشي بخطى ثابته الحمد لله مع النادي بشكل كويس جدا، والراجل جه يعني ايام قبل ما يشتغل كان عارف قيمه وقدر النادي الاهلي بشكل جيد. للامانه كان قبل فايلر مدربين كتير من اللي موجودين انا قلتها كانوا بيبقوا فرحانين ان هم موجودين في النادي الاهلي. الراجل شايل مسؤوليه النادي الاهلي، الراجل ده شايل مسؤوليه النادي الاهلي، مش من المدربين الخفاف اللي بيفرح بانتصار بمباراه، لا هو عارف ان النادي الاهلي بيبحث عن بطولات، بيبحث عن الانتصار في بطولات مش في مباريات، ودي فيها فرق كبير جدا جدا يعني. علاقته كويسه باللاعبين جدا، فير جدا مع اللاعبين، ما بيظلمش حد. اللاعب اللي بيجتهد يكون مكانه موجود، اللاعب اللي بيأثر اكيد بيستبعده وما بيعتمدش عليه يعني. يعني مرن في طرق لعبه مع الفريق، يقدر يستخدم كل اللعيبه اللي عنده بشكل جيد. فدي كلها مواصفات مطلوبه للنادي الاهلي ولفريق بحجم النادي الاهلي محتاج الشخصيه دي. عنده رزانه في تعامله مع الاعلام، وعنده هدوء جيد جدا وما بينفعلش، ودي نقطه مهمه برده جدا ان هو ما يتخانقش. هو عارف شخصيه كل لاعب سواء على المستوى النفسي البدني النواحي النفسيه دلوقتي تهم في تعامل المدربين مع اللاعبين مهمه جدا، وعليها نسبه يعني تقترب من 60% صح. بعيد عن الفنيات يعني في قياده مدرب لفريق بحجم النادي الاهلي مطلوب منه البطولات ومطلوب منه الانتصار، الشخصيه المدرب ده يعني بيبقى عليها دور كبير جدا انه يتحكم في كل شيء. ودي يعني لو بنتكلم على فتره مانويل جوزيه بصراحه مدرب تاريخي للنادي الاهلي وواحد من يعني هو صانع الانجازات اللي احنا عملناها بصراحه بشخصيته معانا. فالراجل ده يعني انا بشوف انه ماشي على نفس الطريق، ربنا يوفق بس النادي ان شاء الله في الاختيارات بتاعت اللاعبين، لان انا ما زلت شايف ان المحترفين عندنا احنا محتاجين يبقى عندنا افضل من كده، احنا محتاجين المحترفين دول هم اللي ان شاء الله يوصلوا النادي لكاس العالم للانديه يا رب يساعدونا ان شاء الله. وائل على وعد طبعا ان انت يعني ان شاء الله تشرفنا في البيت الكبير في النادي الاهلي، اول اجازه هتكون معانا ان شاء الله يا وائل، لان قيمه كبيره جدا جدا، وكمان انت واحش الجماهير الاهلاويه بشكل خاص، فبنقول لك كل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى الاسره، وان شاء الله وعد منك اول ما تنزل اجازه ان شاء الله تكون موجود في البيت الكبير ان شاء الله. لازم يا كابتن وائل ان شاء الله. شكرا ليك. شكرا ليك يا وائل وكل سنه وانت طيب. عايزين كمان نطمن على فروع النادي الاهلي، معانا العميد محمد مرجان طبعا المدير التنفيذي للنادي الاهلي على الهاتف، ان شاء الله يطمننا كمان على المنشات وكمان على كيفيه استقبال اعضاء النادي الاهلي في فروعه الثلاثه. مساء الخير سياده العميد. كابتن هاني مساء الخير. ازاي حضرتك؟
الله يخليك ومنور بيتك تاني ودايما نجم متألق ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيب، واحنا طبعا العيد اعتقد في الظروف اللي احنا بنمر بيها ليها اجراءات خاصه بالنسبه لكل فروعنا، كل فروع ثلاث فروع للنادي الاهلي. حابب اعرف من حضرتك ايه الاجراءات اللي حضرتك بتعملها من خلال طبعا اجراءات احترازيه في ظل اعياد، وطبعا في يعني التكاثف، وفي يعني كل الجماهير النادي الاهلي بتكون موجوده في فروع النادي الاهلي الثلاثه. لا وطبعا الحمد لله رب العالمين، اولا بنهني الشعب المصري كله بالعيد الاضحى المبارك، عاد علينا ربنا سبحانه وتعالى باليوم وبركات ان شاء الله. واحنا في الاجراءات الاحترازيه المتبعه من اول الازمه في تنسيق مع اللجنه الطبيه برئاسه الدكتور محمد شوقي، في فريق عمل في النادي الاهلي الحمد لله رب العالمين، يعني بنحدد نفسنا عليه فريق عمل على مستوى الثلاث فروع، في رئيس مجلس اداره ومجلس اداره نشط جدا وحريص جدا على اعضاء الجمعيه العموميه. فاحنا عندنا اجراءات احترازيه الحمد لله ابتدينا فيها من اول يوم يعني، وكنا احنا النادي الاهلي دايما بيسعى ان هو يعني مش عايز يقفل فروعه وعايز الحياه تبقى ماشيه، بس في الاول طبعا بنقول سلامه الناس اولا وسلامه لاعبتنا وسلامه فرقنا وكرات الصف دي كلها. ففي اجراءات الحمد لله احنا متابعينها كويس بالتنسيق مع اللجنه الطبيه، والحمد لله طبعا اعضاء الجمعيه العموميه بصراحه يعني هم ما احنا ما بنراهنش عليهم، لان ده اعضاء جمعيه النادي الاهلي ملتزمين جدا جدا بكل الاجراءات، بيخش في بوابات تعقيم موجوده، في الماسكات بتبقى على الوش وانت داخل، في قياس حراره، كل الامور دي الحمد لله ماشيه بشكل كويس. ويمكن كان في قرار للسيد رئيس الوزراء امبارح ان الانديه تمتد للساعه 12 مساء، فالنهارده اول يوم النادي الاهلي على مستوى ثلاث فروع بيستقبل اعضاء الجمعيه بالكامل لغايه الساعه 12 مساء ان شاء الله، بدايه من 6 صباحا حتى الساعه 12 مساء. كل سنه وانت طيب يا سياده العميد. كل سنه وانت طيب وحضرتك بالف خير يا رب. الله يخليك. اشكرك ميرسي. كمان في طفره عايزين كمان نسالها. استنى عليا. استنى عليا. يا سياده العميد اصل انا ما سلمتش عليه من ساعه. لا كويس جدا. الله يخليك. اشكرك. اصل لو التليفون اخده الكابتن هاني فانا ما عيطتش عليك، فهو فكر ان انا هنهي المكالمه. لسه هسأل. لا اتفضل. اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضرتك التواجد بقى بالنسبة للأعضاء، هل ملاحظ في العيد ده أنه التواجد مثلا قل، أنه الناس لسه خايفة تنزل، ولا لا في تجمعات وأنتم مشددين من الإجراءات دي، ولا الأجواء عاملة إزاي برضو بالنسبة للثلاث فروع يا سيادة العميد؟ بص احنا بالنسبة للثلاث فروع طبعا احنا الدخول للنادي الثلاث فروع قاصر على اعضاء الجمعيه العموميه فقط لا غير، اكيد واحنا مانعين الزيارات ومانعين الدعوات في الوقت الحالي، والناس مستجيبه معانا في ايام فقط لا غير اللي هي كانت قبل العيد، كان في اكاديميه الكوره اشتغلت، بس برضه حاطين اجراءات واجراءات صارمه وشديده جدا الحمد لله رب العالمين، الناس كلها ملتزمه. الاعضاء موجودين، يمكن النهارده هم لسه مطمنين، بس في كثافه شويه، متنفس برضه خلي بالك لازم الناس يبقى عندها متنفس في العيد، ففي كثافه شويه النهارده الحمد لله على مستوى الثلاث فروع، وفي استقبال بس الناس ملتزمه، يعني احنا عندنا ترابيزات بحد اقصى اربع افراد على الترابيزه، الناس ملتزمه ومحافظين على المسافات بينهم بعض، وال 50% وملتزمين جدا بالنسبه دي بالنسبه للحضور. كله الحمد لله الحمد طيب. لله يعني حتى الصبح فتره الصبح كمان عشان كبار السن كمان اكثر الناس ملتزمين كبار السن، واحنا خطوه يعني واحده في واحده النهارده النشاط الرياضي ابتدى يرجع واحده واحده، النهارده الاعضاء ابتدت تمارس رياضه بشكل طبيعي، بس ما فيش طبعا غرف خلع الملابس مغلقه، كل الكلام ده كله يعني احنا بس واحده واحده والامور ان شاء الله باذن الله طبيعيه، وبعد العيد اكيد ربنا يكرم تبقى النتائج ايجابيه اكتر، هتلاقي في خطوات تانية ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. اللي الكابتن هاني كان بيتكلم فيه الطفره الانشائيه الملاحظ يعني اللي احنا ملاحظينها كلها وبنشيد بيها الحقيقه، مجموعه المشروعات المهمه اللي هتكون جاهزه خلال الايام اللي جايه، ده برضو فرصه نتكلم فيها مع حضرتك. عايزين فرع تاني، احنا محتاجين فرع رابع كمان. لا ما هو التجمع الخامس ان شاء الله باذن الله. الله يعني شغالين بشكل كويس مع الهالة في الفتره المسلحه، والمرحله الاولى باذن الله تفتتح قبل نهايه 21 ان شاء الله باذن الله. والشيخ زايد والجزيره ومدينه نصر، الشيخ زايد فيها اكبر مجمع سكواش وجمباز وكاراتيه بيتعمل، وفي مجمع جنوب ان شاء الله باذن الله يتفتح بعد العيد، البوابه الخلفيه في مدينه نصر والاكاديميه الكوره هتفتح، يعني بص هو في طفره انشائيه لو اتكلمنا عليها انا هطول عليك، يعني كل سنه وانتم طيبين، احنا ان شاء الله هيبقى ليها سرد يعني لازم عليها موضوع وسرد خاص، لان دي اول طفره انشائيه من فتره طويله جدا، يمكن اخر مشروعات انشائيه كبرى كان اهل مدينه نصر ساعه ما تم انشاؤه، النهارده انت الكابتن خطيب من اول 2017 لغايه وقتنا هذا انت بتعملي اكبر مشروعات انشائيه على مستوى نادي ما حصلتش في التاريخ قبل كده، هتشوفوا كل الكلام ده كله تباعا، انت عندك اكبر منطقه كره في الشرق الاوسط، اكبر مجمع حمام سباحه ترفيهي،
موجود عند حضرتك صاله مغطاه كراتيه، موجود عند حضرتك صاله الكومباس بعد تجديدها بالكامل، موجود بقى عند حضرتك اللي هيبقى الشيخ زايد كمان، هو ده اللي هيبقى باذن الله مفاجاه. احنا يعني بنسارع بنسابق وقت المستشار سامح علي كامل طبعا برضه، يعني الله يكون في عونه، واحنا ضاغطين عليه من كل حته، كابتن خطيب ما بيسيبناش، ولكن ان شاء الله ملتزمين بوقت باذن الله. باذن الله بعد العيد هتلاقوا حاجات كتير جدا، وهنبقى نقعد مره معاكم ان شاء الله بقى نشرح كل الامور. يا ريت تنورنا، عشان لازم. كمان انا عارف كل الجمعيه العموميه لمسه هذا التطور طبعا. ولمسه هذا الانشاءات الكبيره، فان شاء الله على وعد برضو من حضرتك تكون موجود معنا في البيت الكبير ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وحضرتك. شكرا جزيلا. الله يخليك. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم اجواء الفرحه وفرحه الشعب المصري. هنروح للجانب الفني. احنا معانا دلوقتي على التليفون مين؟ طيب احنا زي ما قلت لكم في البدايه محضرين لكم تليفونات كتير جدا، يعني ناس كتير جدا ان شاء الله هتكون معانا في مداخلات، هتعيد على حضراتكم وهتعيد علينا هنا في البيت الكبير زي ما قلت. يعني ان شاء الله باذن الله الحلقه يعني خارج الاطار اللي احنا ماشيين عليه ان شاء الله. نرصد فرحه الجماهير ده معانا ان شاء الله نجوم كتير جدا، معانا نجم كبير في نهايه الفقره صحيح. وان شاء الله من نجوم وفنانين ولاعيبه كره ان شاء الله هنعرف منهم الكواليس بيقضوا العيد ازاي، بيقضي طقوس العيد ازاي. ان شاء الله تكون حلقه مميزه سام، وزي ما بقول لك يعني هرجع تاني لنقطه ان مصر مميزه بالحته ديت. العيد في مصر ليه نكهه خاصه جدا. ويعني انا كنت بلمسها، انا عشت كتير بره، لكن وحتى كنت مقابل مثلا المصريين بره، المصريين المغتربين بره، بتلاقي في عيونهم كده شوق كبير جدا، خاصه في الاعياد، رمضان، العيد الكبير، العيد الصغير، بيحس ان هم فعلا بيفتقدوا، الا لما بيفتقدوا الروح الموجوده في الشارع المصري بشكل كبير جدا. ودوت يعني بقول لك مش موجود في اي حته ثانيه، مستحيل مش موجود لا خالص. يعني انا اعتقد ان الموضوع دوت، ودايما حتى المغترب بقاله 25 سنه بره تقول له نفسك ترجع في مصر ليه، يقول لك الروح الموجوده طبعاً. في الشارع المصري الحته دي طبعا يعني مفتقده طبعا، الناس مفتقده لخارج مصر، واحنا ان شاء الله باذن الله يعني يكون عيد سعيد علينا بشكل كبير. يعني ما اكلتش لحمه النهارده؟ انا اكلت لحمه كتير قوي بجد. طبعا بجد النهارده من اول يوم. معانا طبعا نعرف كمان اجواء العيد مع كابتن من كباتن كبيره جدا في النادي الاهلي، وكان كابتني من خلال مونديال 90، وكابتن فتحي مبروك نجم النادي الاهلي في السبعينيات. كابتن فتحي مساء الخير وكل سنه وحضرتك طيب. مساء الخير يا كابتن هاني، كل سنه طيب وسعيد طبعا ان انا بلتقي معاك ومع السلام. اهلا بيك يا كابتن. طبعا يمكن بهنيكم طبعا على التطوير والتحديث في قناه الاهلي، وكل الشكر والتقدير لمجلس اداره النادي واعضائه وجماهيره، وبرده من خلال بيتنا الكبير لجماهير الكره المصريه كلهم، كل سنه هم طيبين يا رب وبخير دايما. وحضرتك طيب هتشرفنا اكيد، بس عايز اعرف من حضرتك برضو ردود الافعال اللي حواليك، يعني بمناسبه الافتتاح واحنا بنعيد وقلنا في الافتتاح انه العيد عيدين، فالاجواء يعني او ردود الفعل كانت عامله ازاي برضو؟ لا هي ردود فعل جميله، يعني انا سمعت اراء ناس كتير جدا على فكره على القناه والتجديد والتحديث اللي حصل فيها. الناس مبسوطه جدا، حتى يمكن الايجل اللي نازل وهو طاير كده في سماء القاهره وفي سماء النادي الاهلي حاجه جميله، يعني شاف ان في تحديث كويس جدا في القناه. وطبعا انا زي ما قلت لك بشكر مجلس اداره النادي الاهلي ان هو بيحدث هذه القناه، ان القناه دي فعلا محط انظار جماهير الاهلي وجماهير الكره المصريه. صحيح. كابتن فتحي طبعا حضرتك يعني مدرب كبير، ويمكن كان ليك الفترة اللي فاتت كان ليك مهمة خاصة مع قطاع الناشئين في النادي الأهلي، ودلوقتي كمان عند حضرتك كمان مهمة يمكن تكون أصعب هو اكتشاف المواهب. كلمنا باختصار عن قطاع الناشئين في النادي الأهلي الفترة اللي فاتت، وأنا عارف أن مجلس الإدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب عامل طفرة وهيجدد من الفكر وهيجدد من الشكل لقطاعات الناشئين وقطاع الناشئين بالنادي الأهلي، علشان نطلع فعلا ابن النادي ويكون عندنا ولاد بيمثلوا الفريق الأول كلهم من ولاد النادي. فأعرف من حضرتك أخبار قطاع الناشئين إيه في الفترة اللي فاتت والفترة اللي جاية. والله يا كابتن هاني أنت يمكن كنت على يمكن كنت أنا يمكن حطك معايا السنة اللي فاتت لو تفتكر. وأنا طبعا. شايف إن قطاع وأنا شايف قطاع الناشئين الحمد لله السنتين دول كانوا بشكل إيجابي وبشكل هايل، واللعيبة كويسة ونتائج كويسة، إن كان هناك بعض المشاكل بتبقى حاجة دايما واردة في عرف كرة القدم،
او في عرف دايما قطاعات الناشئين في الانديه. مظبوط. في حاجات كده مشاكل صغيره، بس الحمد لله الامور كلها كانت ماشيه كويس، الامور كلها كانت بتدور في منظومه كويسه، سواء العاملين او سواء المدربين الفنيين او المدربين او كل الناس العاملين في قطاع الناشئين. الحمد لله كان في ارتياحيه وفي نتائج كويسه، حتى يمكن في ارتياح من اولياء الامور كبير جدا لهذا القطاع. هذا القطاع يمكن من سنتين برضو قدمت خريطه بمستقبل النادي الاهلي وباللعيبه الكويسه في النادي الاهلي، واتمنى الفتره القادمه يكون ليهم دور ان شاء الله فيها. وشفنا كابتن فتحي، شفنا العربي بدر موجود، وشفنا ثلاث اربع عناصر مواليد 2001 و97 و99 شاركوا كمان مع تدريبات النادي الاهلي، وشاركوا مستر بايلر في بعض المباريات الوديه. ده طبعا كانوا موجودين امبارح في التدريبات. موجودين في التدريبات. امبارح كانوا معانا. فطبعا طبعا انا يمكن من السنه اللي فاتت كنت مرشح الناس دي، وعندي يمكن الكابتن هاني الخريطه اللي انا قلت ده في كل مركز حاطط 2-3، وقلت دول مستقبلا يبقوا لعيبه نادي الاهلي ولعيبه درجه اولى. وهي كانت بس الفرصه زي ما مستر بايلر عمل دلوقتي، ادهم فرصه في التدريبات وفرصه في المباريات الوديه عشان يقدر يحكم على مستوى اللعيبه دي. والحمد لله اذا كان هناك بيبقى انجاز لقطاع الناشئين ان هو بيطلع لعيبه فعلا تفيد الدرجه الاولى. وتفيد الدرجه الاولى النهارده فعلا النهارده بيستغل اللعيب اللي متربي في النادي الاهلي اللي بيتمتع بروح الفانيلا الحمراء ان هو يبقى عنصر من عناصر الفريق الاول ان شاء الله. كابتن فتحي، احنا كمان عندنا دوري ابطال افريقيا، والبطوله الحقيقه بطوله مهمه جدا مش سهله، شايف حضرتك كمان الاهلي مستعد ليها ازاي يا كابتن؟ والله بصي، الاهلي الحمد لله دائما في استعداد كويس، دائما في ايجابيه بتبقى من اللعيبه كويس، الجهاز الفني، المنظومه كلها كره القدم في النادي الاهلي او الفريق الاول الحمد لله ماشيين في تدريبات كويس، ماشيين ايضا في المباريات الوديه اللي اتعملت ماشيين كويس جدا جدا، نتائج كويسه، اداء مشرف لدرجه ان حتى جماهير النادي الاهلي بتستمتع على قناه النادي الاهلي، بتشوف الماتش لايف، بتشوف اللعيبه، بتشوف النتائج، كل هذه الامور بتدي مؤشر ان شاء الله ان احنا ان شاء الله في المباريات القادمه في البطوله الافريقيه يبقى النادي الاهلي شان وكان ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك، وعيد سعيد على حضرتك وعلى الاسره طبعاً. ودايما البيت الكبير ده مجمعنا ومجمع كل الشخصيات. صحيح. كل الناس طبعا وكل المجالات طبعا. كابتن فتحي غني عن التعريف، ويمكن بيتكلم في نقطه مهمه جدا، وجماهير النادي الاهلي كلها نفسها ان شاء الله يكون اكبر عدد من قطاع الناشئين الاولاد المتربيين في النادي الاهلي من الصغر اللي متعلمين مبادئ النادي الاهلي اللي عندهم روح الفانيلا الحمراء دول ان شاء الله يمثلونا. امبارح كان عندنا منهم اثنين على فكره في السادسه، لو تابعته انا تابعته مع احمد وساره، كان في منهم عربي وكان في منهم حد تاني، بس كانوا بيتكلموا بشكل كويس قوي، عندهم نفس الروح ونفس الحماس، وشفنا منهم ناس كانت بتتدرب امبارح مع فايلر ونازلين مع فرقتنا الفريق الاول، وفي كده زي ما انت قلت فكر جديد. طبعا ده اللي بيتكلم عليه الكابتن كمان محمود الخطيب، مش عامل تطوير المنشآت فقط، لكن تطوير كمان اداء الانسان وخاصه قطاع الناشئين. طيب معانا دلوقتي تليفون مهم جدا، كابتن محمد زيدان كابتن منتخب مصر، وانا في رايي من اصحاب المهاره اللي مش هتتكرر في مصر تاني، كان مشرفنا في المانيا وعمل شكل اكتر من رائع. كابتن محمد ازيك، كل سنه وانت طيب وعيد سعيد عليك. حبيبي يا كابتن هاني، ربنا يخليك يا حبيبي، ومشكر جدا طبعا، وعيد سعيد عليكم كلكم وعلى مصر وكل المصريين. اهلا بيكم، كل سنه وانت طيب. قضيت العيد ازاي النهارده يا كابتن؟ والله يعني لغايه دلوقتي مفيش حاجه طبعا، الاجواء اللي احنا فيها ما دبحتش؟ لا، ما هو الحاجه الوحيده اللي عملتها طبعا الذبح. انا والله لسه اصلا من كتر الزحمه وكده لسه مخلصين الذبح، يعني على ما خلصنا وعملنا بعد صلاه المغرب والله. يا دوبك طبعا محمد، كمان احنا في انا والاسره في الساحل، فطبعا يعني عندي بنذبح عندنا في بورسعيد مع الاهل وكده، وهنا في القاهره سوري في الساحل بقى طبعا عشان برضو لازم انا اذبح بنفسي برضو هنا، فبنذبح هنا في الساحل، ففي كذا مكان يعني، والحمد لله يعني بنحاول الواحد على قد ما يقدر. ناس كتيره ده راحت الساحل وذبحت في الساحل. مين؟ ناس كتير يعني. لا بقت في كده الفترة الأخيرة بقينا نقول رايحين الساحل نذبح ونيجي. لا بصي، لا وكمان في ناس كتير نزلت على فكرة، أنا في ناس صحاب كتير اللي نزلوا القاهرة ذبحوا ورجعوا تاني ذبحوا هنا. يعني أنا أصلا كنت في القاهرة من يومين ثلاثة، ذبحت هناك من يومين وذبحت، وطبعا أهلي بيذبحوا في بورسعيد، وهنا ذبحت برضه في الساحل. يعني أنا كنت حريص على إني بعد صلاة العيد
نذبح هنا برضو في الساحل، لان في غلابه كتير جدا جدا هنا، وفي ناس كتير صح، في عماله، في موظفين يعني. طب بالظبط طبعا، وده موسم طبعاً كل القرى السياحيه طبعا، الناس بتوع الامن والناس بتوع النظافه، يعني الناس دي بتبقى محتاجه، والواحد بيحاول على قد ما يقدر يعني اللي كل ربنا بيقدره عليه بيعمله. فانا كنت حريص جدا، انا ومجموعه اصحابي ذبحنا هنا في الساحل في مكان كان قريب من القرى اللي احنا فيها، بنطلع نذبح فيه والحاجه بتيجي جاهزه، وبعد كده بنوزع يعني. حلو قوي ده محمد، كل سنه طيب. لكن عايز اقول لك، انت قضيت سنين طويله في المانيا، ويمكن كنا بنتكلم قبل ما تخش معانا على الهوا ان الاجواء في مصر مختلفه، ان العيد في مصر ليه شكل مختلف خالص عن اي حته في العالم. كلمني كده عن ذكرياتك، وازاي كنت بتقضي العيد في المانيا. لا والله يا كابتن، انت حضرتك عارف يعني، انت الاجواء في اوروبا عامه، او في يعني المانيا واوروبا بالتحديد، بتبقى اجواء العيد مختلفه بالذات عن يعني احنا ك يعني مثلا المصريين اللي بيبقوا عايشين بره، بيبقى عندهم كمان الفرصه ان هم يقدروا ينزلوا مصر في مثلا في الاجواء بتاعه رمضان وفي العيد ويعيدوا. بس احنا ما كناش بنقدر نعمل كده يا محمد، احنا كنا على طول مكملين يعني. بالظبط احنا ما يعني ما كنتش ينفع تقول لي مثلا للمدرب او تقول للنادي انا هضطر اسافر عشان خاطر ان انا رايح اقضي العيد يعني. هم صح. الحاجات دي بيبقى عندك ماتشات وعندك دوري وعندك تدريبات، فبتبقى صعبه. يعني الاجواء بتاعتنا هناك ما بنحسش بطعم اجواء عيد خالص، ما بنحسش بطعم اجواء رمضان خالص. صح. الحاجه الوحيده اللي بتحسسك ولا شم النسيم ولا اي حاجه. ولا اي حاجه. لا الحاجه الوحيده اللي بتحسسنا مثلا في ان احنا يعني مكالمات التليفونات لاهالينا بس كده، ونفسنا ننزل وبتاع. وبعدين خلي بالك برضه يعني الوضع النهارده اختلف جامد جدا، بمعنى يعني مثلا انا عندي ولدين عايشين بره تقريبا 8 شهور ما شفتهمش، مش عارف طبعا بسبب ظروفهم. كان ليك كنت بتقول الموضوع طيب مخليني انا كل يوم معاهم على التليفون مرتين ثلاثه، بتكلم بعض مرتين ثلاثه في اليوم، ومستني ان انا ان شاء الله في خلال نص 8 هسافر لهم اشوفهم ان شاء الله. بس انا قصدي اقول ان احنا في وقتنا احنا واحنا بره كابتن هاني، ما كانش بقى في حاجه اسمها فيس تايم ولا صح. ولا فيديو كولز ولا حاجه فايبر ولا سكايب ولا الحاجات اللي هي زي بقى والكلام ده. النهارده الواحد ما بيحسش بالبعد طالما في حاجه فيديو كول، بتقعد تتكلم اهلك وتتواصل معاهم وتكلمهم، فده بيصبرك شويه، بتغير يعني الدنيا اتغيرت، اتطورت ان الموضوع ما عادش صعب قوي زي وقتنا احنا. الاجواء طبعا هنا في مصر مختلفه جدا، الصحبه الاهل، الترابط الاسري، الصحاب مع بعضها. طبعا العيد الصغير الدنيا كانت فيها مختلفه عن العيد الكبير دلوقتي، بسبب ان العيد الصغير في رمضان عيد الفطر طبعا كان وقتها بعد الكورونا على طول، فكانت الناس برضو لسه في بيوتها، كانت الدنيا لسه مقفوله، كان الحظر مقفول، المطاعم والاماكن والخروجات والكافيهات كلها كانت مقفوله. حتى لما فتحت برضو بقى في برضو شويه يعني، لسه الناس مخليه بالها، في ناس خايفه كتير. برضو الدنيا دلوقتي فتحت شويه، الناس بتتحرك شويه، بس برضو في يعني في حرص شويه، الناس صح. بتاخد بالها شويه. بس يعني دلوقتي انا حاسس ان ان ايه ان ان ان, إن العيد دون العيد الكبير العيد الاضحى الروح فيه اختلفت شويه عن عيد الفطر يعني. الناس يعني الجوامع، الناس راحت الجامع، الناس طلبت صلاه العيد، الناس كانت موجوده، الناس بتقدر تمشي، مفيش حظر تقدر تمشي. العيد الفطر كانت الدنيا قافله خالص صح، والمواصلات لا كان في مواصلات، ما كانش في مطاعم شغاله، في ناس ما تقدر تخرج في اي مكان. فربنا يا رب بس يعني الايام المفترضه اللي احنا فيها ان شاء الله. لا ان شاء الله ان شاء الله هتفتح شويه طبعا، بقى الدنيا هتبقى ماشيه يعني، نرجع لحياتنا الطبيعيه ونبعد عن ان شاء الله. ان شاء الله كل سنه وانت طيب يا محمد، عيد سعيد عليك. فيلين دانك اون اون فيدا زين فيلين دانك تيجلوك طبعا. ايه ده ايه يعني بتقول ايه؟ بشكره بالالماني محمد كمان من الناس. اشكرنا بالالماني يا كابتن. كل سنه وانت طيب يا محمد. قفل. لا طبعا محمد كمان من الناس اللي عايز اقول لك ان هم عملوا شكل هايل في المانيا يعني. طيب. زيدان لغايه دلوقتي لما بنروح دورتموند او اي حته في المانيا بيقولوا محمد زيدان. محمد جمع ما بين الموهبه وجمع كمان ما بين يعني لعب في دورتموند مع يورجن كلوب المدرب الكبير دلوقتي بتاع صلاح، فعمل شكل هايل. ومن عوامل نجاحه كمان ان هو اتعلم لغه، اتعلم لغه بسرعه جدا، وقدر يدخل المجتمع الالماني، وبدا يكون عنده مشجعين، وبدا فعلا تظهر موهبته بشكل كبير جدا، لانه قعد في المانيا فتره طويله. صح. يعني محمد زي ما احنا عارفين قعد في ماينز، من ماينز راح لدورتموند، ادى بشكل اكتر من رائع. وزي ما بقول دايما
ان عامل اللغه مهم جدا، وده دايما كنت بتكلم ايه اللي بيساعد الناس انها تطلع وتعيش بره بشكل كويس على المستوى الاحترافي. فاللي بيتعلم لغه يا سهام هناك بيقدر يتعامل ويخش، يقدر يتكلم مع مدرب ويقدر يستمر كمان. ده اللي بقول عليه. الاستمراريه دي يعني عامل اللغه مهم جدا جدا. ومحمد من الناس، محمد وغيره، وعندنا اسماء كتيره جدا جدا شرفونا يعني في الكره الاوروبيه. مدرب حراس مرمى الاهلي كابتن طارق سليمان، اهلا بيك يا كابتن. اهلا بيك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه، ازاي حضرتك عامل ايه؟ اهلا بيك. كل سنه وانت طيب يا طارق، عيد سعيد عليك وعلى الاسره. كل سنه وانت طيب يا كابتن هاني، وعيد علينا كلنا، ومبروك طبعا افتتاح القناه، وحاجه تشرف صراحه يعني. وحضرتك يعني اضافه كبيره، وحضرتك الاستاذ سواء اضافه كبيره للقناه، والتوفيق ان شاء الله يا كابتن. أشكرك. حبيبي ربنا يخليك يا كابتن طارق. قول لنا يعني برضو عايزين ناخد حد يقول لنا يا جماعه كواليس اللي كان بيحصل ازاي في العيد. يعني انت مريت برضو طارق، عندك خبرات كبيره جدا، ومريت على بطولات من النادي الاهلي ومعسكرات كتيره جدا جدا كنت بتقضوا. الناس عايزه تعرف لما يكون في عيد اللعيبه بتقضي المعسكر ازاي، الطقوس بتعملوها ازاي، بيكون في برنامج خاص للعيبه ولا لا؟ يعني برضو احكي لنا اجواء وكواليس معسكرات النادي الاهلي في ايام العيد بصفه عامه. والله يا كابتن هاني، هو يعني بنسبه اكثر من 90% يعني معظم وقتنا كان بيبقى دايما احنا موجودين في المعسكرات، سواء مع النادي الاهلي او مع المنتخب. كنا دايما بنبقى بنعسكر، ودايما يا كابتن هاني يعني لعيب الكوره بيتحط في ظروف كتير قوي ان يبقى في معسكرات عشان عيد، وعشان دايما ظروف العيد. طبعا كنا بنتحمل الكلام ده كله، يعني كان بيمر علينا طبعا. يعني العيد ده احنا في المعسكر بيبقى الامانه الجو العام بتاع مش متعودين على كده، دايما الواحد بيعيد دايما في كفر الشيخ مع اهله، ودايما في العيد الكبير بالذات كمان يعني بروح في وسط اخواتي ووالدي ووالدتي الله يرحمهم، وبنذبح وبنعمل، يعني جو العيد بقى مختلف. انما المعسكر طبعا عشان ظروف ان احنا دايما، واوقات كتير كنا بنبقى بره مصر كمان. يعني فاكر ان فترات كتير كنا بنبقى بره مصر في العيد، سواء بقى في اوقات في اليابان كنا موجودين في اليابان. فالمعسكر بيعدي عادي بقى، انت عارف بقى بنبقى دايما مشدودين طبعا، بيبقى عندنا ماتشات مهمه وعندنا بطوله، سواء في بطوله افريقيه او تبقى في كاس العالم للانديه. فكان دايما طبعا بيبقى العيد بيعدي علينا مش حاسين بيه، يعني انك انت في المعسكر وعندك نظام، يعني بيمشي اليوم اكنك انت مش ما انتش في عيد، يعني بيمشي اليوم بقى طبعا يوم عادي روتيني عادي جدا اكنك في معسكر يعني. بس انا فاكر كويس قوي ان احنا كنا بنصلي مع بعض بقى كمان العيد، يعني كنا بنتجمع طبعا، وكان في حد من الناس اللي موجودين بيبقى بنأذن وبنعمل صلاه عيد، وبنصحى بدري برضه عشان نصلي العيد، وبعدين بنصلي طبعا الفجر الاول، وبعدين نصلي العيد، واليوم بيمشي عادي بقى جدا جدا يعني بيمشي بقى. وانا كنت فاكر كمان يا طارق في بعض المواقف ان حتى لما بيكون في جامع قريب الناس بتجمع، وانا كنت بصحى وبرضه بتجمع معاهم ان احنا يعني يروحوا الجامع القريب، ولو ما فيش جامع قريب بناخد صاله كبيره جدا جدا، وبيبقى في امام وبيقول خطبه، وبيبقى مظاهر جميله جدا. فعلا كنا الاول بتعيشوا الاجواء، يعني بتحاولوا تعيشوها مع بعض. طبعا. يا اما زي ما كابتن قال كده، ان احنا لو بنسال الاول لو في مسجد قريب من الفندق بنروح المسجد ده، وبنروح بالاتوبيس مع بعض، وبنبقى بنهتم جدا. لو ما فيش مسجد قريب والمسجد هيبقى بعيد قوي هنضيع وقت طويل، بنعمل خطبه بقى، بيبقى في حد مننا كده بيبقى عنده برضه يعني في المكان في المكان ده في الفندق بيوفروا لنا يعني صاله كبيره كده، او مكان كبير قاعه كده، او مثلا مكان ما بناكل بيشيلوا الترابيزات وبيشيلوا الكراسي، والمكان بيبقى فاضي وبيوفره لنا الامانه. ده نادي كتير بقى عملنا الكلام ده. يا جماعه احنا بنحتفل معاكم، انا اسف يا كابتن طارق، بس احنا بنحتفل طبعا مع حضراتكم، انتوا شايفين طبعا احنا يعني حاولنا ان احنا يعني نغير كده في الاجواء شويه، ونجيب يعني بالونات عشان عيد بقى او كل سنه وانتوا طيبين. فاي حاجه طبعا هتسمعوا صوتها ده خارج عن ارادتنا، عشان بس ما حدش استغربت ان لا كابتن هاني استغرب ان في حاجه، يعني لا ده طبيعي جدا. طيب كابتن طارق، ايه رايك دلوقتي في مستوى محمد الشناوي الفتره الاخيره؟ محمد الشناوي بيظهر بشكل جيد جدا جدا على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي، شايف حراسه مرمى في النادي الاهلي ماشيه ازاي؟ بص يا كابتن هاني، مفيش شك طبعا ان يعني الحمد لله رب العالمين، دايما انا باكد على الكلام ده، دايما حراسه مرمى النادي الاهلي هي دايما نسبه اكثر من 90 او 99% هو بيبقى حراس مرمى منتخب مصر. صحيح. وده شفناه كتير قوي يعني على مدار حضرتك طبعا، يعني اكيد شفت عاصرت الكلام ده كتير. صحيح. مع ايام لما كان بيلعب طبعا، الفتره الوحيده اللي كان يعني حصل فيها ان كان نادر السيد هو اللي كان من الزمالك حراس مرمى منتخب مصر،
انما طبعا بقى في كابتن ثابت، كابتن اكرامي، كابتن شوبير الحضري، ودلوقتي وفي فتره كبيره جدا لشريف اكرامي، والفتره دي الشناوي. فعايز اقول ان الشناوي جه من 3 سنين نادي يا كابتن هاني، اول سنه جه فيها النادي كان نسبه لعبه قليله جدا في السنه الاولى، السنه الثانيه لعب فتره كده وبعدين رجع قعد ثاني، ولما لعب بقى ثاني الموسم اللي نهاه راح في راح لعب فيه كاس عالم. الموسم ده لعب فيه حوالي 31 مباراه في النادي الاهلي، خدنا فيه الدوري وعملنا وخدنا فيه كاس سوبر من المصري في الامارات. الواد عامل موسم كويس جدا جدا جدا، وختمه بكاس العالم طبعا حضرتك فاكر. طبعا عمل المباراه الاولى وكل يعني كل الثلاث مباريات اداها بشكل اكتر من رائع. هو طبعا لعب مباراتين والحضر لعب مباراه صحيح، انما هو الولد الامانه من الموسم ده هو عامل موسم كويس قوي مع النادي الاهلي وختمها بكاس العالم، واستمر بقى واضح ان دلوقتي خلاص بقى في رقم واحد في مصر دلوقتي هو محمد الشناوي. بدا الموسم ده كمان بشكل كويس قوي مع النادي الاهلي، وخد بالك يا كابتن هاني ان كان النادي الاهلي فارق بالنقط كتير على الاقرب المنافسين، وهو كان له يعني كان له بصمه كبيره جدا جدا في فوز الاهلي في ماتشات كتير. صحيح في ماتشات كتير بتخلص 1-0، بتخلص اوقات كمان 4-0 واوقات 5-0، وكان والنتيجه 1-0 او النتيجه لسه 0-0 كان بيبقى له تدخل، وتدخل مهم جدا في توقيت مهم جدا في معظم المباريات. لو قعدنا نفتكر كام مع بعض، هنفتكر مباراه الاسماعيلي، هنفتكر وادي دجله، هنفتكر مباريات كتير قوي كان الشناوي له تدخل مهم جدا في معظم المباريات. يعني عايز اقول ان الشناوي الامانه بيتمرن بشكل كويس قوي، مركز، عنده طموح ان يفضل مكمل كده حارس مرمى مصر الاول سواء في النادي الاهلي او في منتخب مصر مش فتره قليله. يعني عايز يكمل زي ما في ناس قعدت اكتر من 10 سنين موجوده اساسيه في منتخب مصر، فالشناوي عايز يعمل ده، وهو عنده الاراده انه يعمل الكلام ده وعنده الموهبه. وانا شايف ان الولد الامانه مركز مع النادي الاهلي، وكمان النادي الاهلي الفتره الاخيره كابتن هاني عمل حاجه كويسه قوي انه مد عقده. طبعا دي نقطه مهمه جدا جدا تحسب للنادي الاهلي، والمد بتدي له استقرار يا كابتن طارق، خلاص مستقر بالضبط. وعارف ان مكمل في النادي الاهلي ومستقبله وبيته في النادي الاهلي، بتدي له نوع من انواع الاستقرار. يعني نقطه كمان مهمه كابتن هاني، والولد كمان من جواه هو عنده يقين وعنده النادي الاهلي لو الولد جاله اي حاجه بشكل محترم تليق باسم النادي الاهلي، تليق باسم محمد الشناوي، الاهلي عمره ما بيتاخر. صحيح شفنا امثله كتير للكلام ده، شفنا لعيبه كتير جدا كانت بتبقى عقودها مستمره مع النادي الاهلي سنه واثنين وثلاثه، ولما بيجي عقد احتراف بشكل كويس وبشكل ليه باسم النادي وباسم اللعيب اللي موجود في النادي الاهلي، النادي الاهلي ما بيتاخرش، بالعكس بيوافق، وبيبقى النادي الاهلي بيبقى داعم للعيب ده، وفي اي وقت اللعيب بيبقى حابب يرجع تاني. وده حصل مع كابتن هاني رمزي موجود في النادي الاهلي لما جه عقد احتراف. صحيح النادي الاهلي ما تاخرش بالعكس طبعا، وكان وكابتن هاني كمان كان صغير، حضرتك صغير يا كابتن. ده بيبقى داعم، لا هو النادي الاهلي طبعا ما بيوقفش قدام ولاده خالص طالما في عقد يليق باسم النادي الاهلي، وبالعكس النادي الاهلي حابب كل اولاده يلعبوا على المستوى الاوروبي والمستوى العالمي. يعني ده لا شك فيه. انا قلت كده ان دي عملت استقرار كبير للشناوي، بقى الوقت الولد خلاص بقى يعني بيتكلم في حوالي 5 سنين جايين، ده عنده طموح انه ان شاء الله يعني مصر تلعب توصل كاس عالم تاني الفتره الجايه، عنده طموح ان البطوله اللي جايه دي ان شاء الله بطوله افريقيا اللي جايه دي ان شاء الله تبقى موجوده في النادي الاهلي يا رب. واتمنى التوفيق كمان للناس اللي موجوده كلها بقى، سواء علي لطفي، سواء مصطفى شوبير، احمد طارق سليمان، عندنا حراس مرمى كويسين جدا في النادي الاهلي، واتمنى لهم التوفيق ان شاء الله مع المدرب الاجنبي اللي موجود يا كابتن. ان شاء الله احنا لا خوف على حراس المرمى في النادي الاهلي. كان معانا الكابتن طارق سليمان مدرب حراس النادي الاهلي السابق والقيمه الكبيره في الكره المصريه. طيب احنا كمان يمكن شفنا نجوم كتير جدا بتحتفل باجواء العيد، شفنا بره مصر الناس بتحتفل ازاي، شفنا كمان في الدول العربيه وفي اوروبا عدد كبير جدا من النجوم يعني حرصوا ان هم يعني يفرحوا بالعيد وينزلوا صورهم ويوروا الناس ازاي يعني بيعيدوا بالعيد الاضحى. محمد صلاح مثلا نشر صوره لي بحلاقه جديده انتشرت بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت دي، وكان طبعا الناس كلها يعني علقت على الحلقه. ايه رايك في الحلقه دي يا كابتن هاني؟ والله يا محمد فاجئنا. لا انت ايه رايك؟ يعني محمد ايه رايك؟ وزي الفل. محمد يعمل اللي هو عايزه، محمد صلاح يعمل اللي هو عايزه، محمد نجمنا الكبير واللي مشرفنا دايما. صحيح. كان طبعا صوره نزلت على الانستجرام وبيهني فيه كل الشعب المصري طبعا بالعيد، وكمان مش محمد صلاح بس. صحيح. نتكلم ان كمان نجم ريال مدريد كريم بنزيما
طبعا نشر صورة لي على حسابه برضو على الانستجرام وأرفق بها عبارة صحة فطوركم الحمد لله، في إشارة منه للصيام طبعا يوم عرفات امبارح. وبرضو بنجامين مندي ده مدافع فريق المان سيتي برضو على حسابه على الانستجرام برضو نزل صورة في نفس العبارة بيقول فيها صحة فطوركم، برضو تهنئة للعيد. المان سيتي أيضا نزل بنفسه كنادي، نزل فيديو فيه واحد فنان بيرسم وشوش لثلاث طبعا نجوم نجوم الفريق أجويرو ورياض محرز ودي بروين بمناسبة حلول العيد. وتاني رد عليه المان يونايتد ونشر برضو بطاقة معايدة عبر حسابه على تويتر مع عبارة بتقول نتمنى عيد أضحى سعيد وأمنا كلنا أن أنتم تتابعونا واحتفالات الأمة الإسلامية كلها. ليفربول طبعا كلنا في نجوم كمان كتير جدا طبعا مسلمين. زي محمد صلاح على رأسهم ساديو ماني حرصوا زي ما قلنا ان هم يذكروا طبعا متابعيهم بانجاز الدوري الانجليزي اللي لسه حاصلين عليه، الدوري الانجليزي الممتاز برضو خلال من خلال بطاقه معايده عليها ميداليه البطل زي ما احنا شايفين كده وعليها عباره عيدكم سعيد، كل سنه وانتم طيبين. الناس كلها بتحتفل واحنا بكده يمكن الفقره ديت خلصت صح ولا ايه؟ ولسه عندنا بقى المفاجأة ولسه ما خلصتش؟ خلصت لا خلصت عندنا فاصل وبعد الفاصل ان شاء الله مستمرين ومفاجأة كبير. البيت الكبير اتفضل خليكم معانا. هو واحد من نجوم النادي الاهلي اللي حب وعشق الفانيلا الحمراء بيجري في دمه كمان هذا الحب، بيتمتع بثقة الجماهير وحبهم أيضا لما بنشوفه في الملعب بنكون مطمنين. ليه؟ بسبب روح القتالية العالية. معانا النهاردة ومشرفنا ابن النادي الأهلي. ابن النادي الأهلي دي كلمة معناها كبير، ابن النادي الأهلي اللي ما بيرضاش بغير المكسب، رامي ربيعة. يا كابتن رامي اخبارك ايه؟ ازيك؟ الحمد لله كل سنه وانت طيب. طيبه اتفضل مشرفنا النهارده في بيتك الكبير. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله بخير والله. انتوا عاملين ايه؟ مقضي العيد ازاي؟ والله مع صحابي فعلا؟ يعني الواحد ما يرضيش يسافر بحيث ان الناس كلها مسافره الفتره دي وبرده الخوف برده من الكورونا ففضلت اقعد في البيت احسن مع اهلي واصدقائي يعني في البيت، فبتبقى الدنيا الامور ماشيه كويس يعني تمام يعني الحمد لله. وحشني يا رب. حضرتك اكتر بجد والله وحشني. حضرتك عليك عامل ايه؟ الحمد لله والله بخير كله بخير. ايام زمان حضرتك كنت عايشه حبيبي ايه الاخبار؟ حضرتك عامل ايه؟ كله بخير يعني طبعا الله. عندنا كلام كتير جدا طبعا عندنا حواديت كتير جدا طبعا بمناسبه العيد كل سنه وانت طيب ان شاء الله يكون عيد سعيد عليك وعلى الاسره يا رب ان شاء الله. اولا يعني طبعا دخلتك وطلت القناة الجديدة شايفها ازاي؟ لا بصراحة في اختلاف يعني انا جيت القناة قبل كده جيتها كذا مرة لا في اختلاف طبعا في الاجهزة، في اختلاف في الديزاين، في اختلاف في حتى شفت هناك دخلوني مكاتب في حاجات اجهزة جديدة الكترونية كتيرة في حتى يعني الاختلاف كتير يعني بالنسبة كبير. بالنسبة لي انا شايفه من بره اختلاف كبير بالنسبة لكم طبعا اكيد الناس اللي موجودة في القناة بقالها فترة شايفين الاختلاف ده، فده بالنسبة لهم بيساعده ان هو يشتغل اكتر يبقى مبسوط جاي مكان شغله مبسوط فدي دفعة كويسة. وبالنسبة لنا احنا كملعب كمان الفوتو سيشن اللي حصل الاجواء اللي حصلت في النادي عندنا دي ادتنا حافز ان احنا حاسين ان في حاجه جديده بتحصل وان انت تلعب عشان كل واحد مثلا صورته تبان يثبت نفسه فدي حاجه كويسه. انتوا كمان كنتوا بتنوهوا عن الافتتاح الجديد يا كابتن صح؟ بالظبط بالظبط فاحنا كانت حاجه بالنسبه لنا حلوه يعني ان انت يعني بتتصور عشان لما تجيب فرحه جون فرحه زمايلي معايا فدي بالنسبه لها تبقى فرحه حلوه يعني وان شاء الله افرحنا كتير رامي ومعودنا دايما تكون بطل ومقاتل و قلب الأسد زي ما بنقول. تعال نشوف مع حضراتكم مع رامي تقرير عن رامي صخر الدفاع النادي الأهلي ونرجع مع حضراتكم.
هنتكلم مع كابتن رامي ربيعة في كل حاجة، هنتكلم في التقرير اللي بنرحب بيه من يعني من خلاله برضو عن الكورة وعن بداياته، بس أنا عايزة وإحنا بنحتفل يعني في ليلة خاصة في البيت الكبير بأجواء العيد، عايزة أبتدي معاك بقى من وانت صغير وأجواء العيد وفرحته وأول يوم العيد، يعني احكي لي كده يعني عنك شوية أنت بشكل شخصي. يعني لا العيد بالنسبة لي أنا يعني كرامي يعني هو يوم الوقفة مثلا قبل العيد، بنقعد مثلا مع أصدقائي قبليها يعني قبليها بيوم، بنقف مع صحابي، بنتجمع مثلا نلعب بلاي ستيشن، نلعب طاولة، نلعب دومنا، الأجواء دي يعني. إنما في العيد ده قبل طبعا قبل ما تخش في دوامة الكورة أيوة بالظبط. إنما في الكورة والحاجات دي بيبقى لو حضرتك شايف ان بيبقى اوقات كتير قوي بيبقى في العيد في ماتشات، فانت ما تعرفش تاخد اجازات يعني الفتره الوحيده دي عشان ما بقاش في ماتشات في الفتره بتاعه العيد، فاحنا واخدين اجازه النهارده وبكره وهنبدا التمرين عادي ثالث يوم، فانت بالنسبه لك ما بيبقاش في اجازات كتيره انك تحضر عيد مع اهلك، او بيبقى ساعات بتبقى بره مصر بتبقى فالفرصه دي يعني بالنسبه لنا العيد رامي كان قبل الكوره بالظبط يعني اكيد حضرتك برضو على حضرتك كنت لعيب كنت اكيد بتفتقد اجواء الملعب يعني اجواء العيله وزمايلك بالظبط، واكيد حضرتك كنت مسافر بره على طول طول الوقت، فطبيعي مش حاسس باجواء اعياد او مش حاسس باحتفالات بحاجه، فالكوره برضو بتاخدك من الحته دي شويه، من حته انك تبقى مع زمايلك واهلك، بس في نفس الوقت بتعوضك في حاجات تانية انك بتبقى برضو بتديك حافز انك تبقى حاجه ليك اسمك، تحاول تعمل حاجه لنفسك لاهلك، فدي بتبقى حاجه حلوه يعني. طب كلمنا بقى رامي، هنبدا من الاول خالص، نرجع بدايتك وازاي دخلت النادي الاهلي، ازاي بدات مشوارك كوره، يعني بدات تقول انا بلعب كوره وانا اهلاوي. بالظبط. هو طبعا اكيد اهلاوي. سبب اهلاويتك، سبب اهلاويتك مين؟ لا انا في البدايه خالص يعني كنت عندي يعني 8 سنين كنت بلعب في مركز شباب، كنت ساكن في القطاميه ساعتها. بعد كده كنت بلعب لحد مثلا 10 سنين، والدي خدني ووداني السكه الحديد، لعبت في السكه الحديد سنه، ناشئين سكه الحديد، وكنت متايد وبلعب عادي لغايه 11 سنه، فوالدي قرر ان هو يعني هو انت عارف بقى الابات لما بيقعد يتفرج على ابنه او حاجه فشايف ان هو ممكن يبقى ياخد ستيب تانية احسن، فروحت اختبارات يعني عادي. والدك شاف الكلام ده وانت عندك 11 سنه بالظبط. شاف ان اعلى شويه من لان كان في السكه الحديد ساعتها ما كانش في السن بتاعي، كنت بلعب مع الاكبر مني بسنه فما كانش في سن بتاعي، فهو شايف ان انا إن لما اكبر ما العب مع الاكبر مني بسنه ده بيديك قوه وبيديك انك بتتعود على بتتعلم من خبرتهم بالظبط بتعلم من خبرتهم وانا اصغر منهم، فقررت ان انا اروح نادي الاهلي اختبارات عادي، ما قابلتهم كنا بنقابل التجمعات بتاعه الدوريات الناشئين لو حضرتك عارف طبعا. بتبقى في نادي الشمس فوالدي قابل كابتن احمد ماهر الله يرحمه وخد منه ورقه استماره عاديه واتعامل معاه قال لك يا رامي قال لك الكلام ده والدك قال لي قال لي بعد كده بقى بعد ما اتقابلت بعد ما اتقابلت في النادي الاهلي قال لي اللي حصل بينهم يعني فطبعا رحت النادي واختبرت عادي، كان برده فيه اعداد كتيره. بعد كده بدات في النادي الاهلي بقى من كان مين ساعتها اللي اختارك يا رامي؟ يعني كان موجود كابتن عادل عبد الرحمن، كابتن بدر رجب، كابتن امين عرابي، كابتن عمرو انور، كان في اسامي كتيره كانوا قاعدين، لان حضرتك عارف طبعا في الناشئين بيبقى المدربين كلهم قاعدين بتتقسم على مجموعات عشان الاعمار مختلفه السنيه بالزبط. اللي بتبقى موجوده فكابتن بدر رجب كان هو مدير قطاع الناشئين وكان ماسك الناشئين، وكابتن احمد ماهر مدير قطاع الناشئين بالظبط كده، فبدات ان انا ادخل مع الفرقه عادي واحده واحده، وهم ما كانش يعرفوا خالص ان انا متقيد في السكه الحديد فكانت دي مشكله كبيره بالنسبه للنادي الاهلي طبعا يعني بعد ما قبلت بعد ما تعالى هتبقى موجود معانا بالظبط كده، وهات شهاده ميلادك وهات، لان هم برضو بيخافوا من حته السن ان انت تبقى شكلك طبعًا. او التصنين والحاجات دي، فطبعا والدي فاجئ كابتن بدر رجب قال له لا ده رامي متقيد في السكه الحديد فطبعا الموضوع اتقلب وقال لك لا احنا مش هنعمل مشاكل مع نادي السكه الحديد، لان حصلت قبل كده مع الكابتن محمد بركات مشكله وحاجات زي كده، فمش عايزين ندخل في وده ناشئ فمش محتاجين ان احنا نحصل فيما بيننا مشاكل. ما كنتش في الفتره دي متاثر بنجم معين، نجم اهلاوي معين؟ لا في الفتره دي يعني كنا لسه صغير، كنت لسه صغير، كنت الواحد بيحاول يعني يعني اهو اخرك مدرسه زمايلك كوره بس بتلعب كوره بالظبط فبطلع فيها طاقتي يعني بس دي يا رامي كانت اول بالظبط اول مسمار فبدات بقى ان انا لما والدي قال لكابتن بدر رجب
فقال له طيب انا هعمل معاك حاجه يعني كده بس تبقى بيني وبينك، هي حركه يعني صايحه شويه بس لازم كانت تتعمل، يعني اللي هو عشان اسقط من التأييد من نادي السكه الحديد لازم يعرفوا في نادي السكه الحديد ان انا مش هروح تاني، ان انا مثلا عشان بحس ان لما المدرب يسال على رامي، رامي ما جاش ليه، خلاص خلاص مش هيلعب كوره تاني، يحط حد مكانه ويشيله من القايمه بالظبط كده. وانا اخويا كمان كان بيلعب في السكه الحديد ساعتها مواليد 90، فكان والدي مواظب ان هو بيروح عشاني انا واخويا يعني. اوكي، فحصلت فكره كده ان احنا والدي راح وقال للناس هناك ان انا رامي كنت في ثالثه ابتدائي، ولا قال لك رامي ده سقط في الابتدائيه وعيل صغير وبيسقط في الابتدائيه، فاحنا ما ينفعش الكلام ده، منعنا عن الكوره، بطل كوره بالظبط كده. فالناس طبعا قعدت مصرين ومستنيين ان انا يعرفوا فعلا ما جيتش ليه، ويعرفوا يعني انت عارف الحاجات دي بيبقوا عايزين يعرفوا الاسباب. فضلت ما تروحش يعني؟ فضلت فتره، فضلت ولا بروح النادي الاهلي ولا بروح السكه الحديد، وقاعد في البيت ولا بروح المدرسه لا لا كنت مقضيها دوري مدارس. كنت فضلت مثلا قاعد سنه مثلا ما بلعبش كوره خالص، فتره طويله قاعد في البيت، بس يعني انت جسمك صغير ولسه صغير في السن فسهله حر اللياقه دي بعد كده. فقررنا ان احنا نعمل الحركه دي وخلاص يعني. فجي اول تأييد لينا في السكه الحديد، فوالدي راح سال وبتاع لقى اسمي مش موجود يعني بس. فكنا واثقين في كابتن بدر رجب قوي لدرجه ان هو يعني انا مش ضامن كابتن بدر رجب لما اروح له تاني يقول لك انا محتاجك ولا لا يا جماعه. ايوه بالظبط. فانا ما كنتش ضامن بالظبط، بعيد وهو عنده اسامي كتير وعنده ناس كتير يعني، مش متوقفه على رامي انه يدخل النادي الاهلي يعني. فانت قلت بقى يا ربنا يستر، قلت ايه وحظها بالظبط كده. فلما بصراحه الكابتن بدر رجب يعني شخصيات بحبها ومحترمه جدا، فلما رجعت له انا ووالدي قلنا له ان خلاص رامي مش متأيد في السكه الحديد والموضوع خلص. فبدا يقرر ان احنا نبدا بقى عادي مع الفرقه وابتدي برده تاني يشوفني من اول وجديد، وابتديت كان شعورك ايه بقى؟ لا طبعا انبسطت لان انا اصلا اهلاوي يعني، والدي كان بياخدني برده الاستاد ونقعد نتفرج على الفرقه ويقعد يوريني. طبيعي يعني الحاجات دي كلها كأب بيزرع في دماغك حاجات انت يعني جديدة عليك بتتعلمها واحدة واحدة وصح. فبدأنا نتعلم من اتعلمت من ابويا حاجات كتيرة بصراحة يعني. مع ان هو اكتر حاجة ايه؟ مع ان هو مجاله مش يعني مش كورة خالص يعني. بابايا دكتور، بابايا خريج كلية علوم. دكتور في حتة تانية خالص يعني، لو حد غيره كان قعدني في البيت ولا كورة ولا حاجة. ده حقيقي، بس وخاصة كمان يا رامي الفترة ديت ما كانش فيه اللي هو دلوقتي كل الأبهات والأمهات عايزين يزقوا ولادهم للكورة، لكن يمكن في الفترة دي كان الموضوع كان لسه أقل شوية، كان لسه برضو مش مستقبل قوي، الناس بتخاف قوي. فاهم قصد حضرتك؟ اه طبيعي طبيعي. لا بس أنا برضو خريج تجارة عين شمس برضو يعني، يعني حاولت أواظب بين دي ودي يعني. ففكرت ان يعني الحمد لله دخلت النادي الاهلي، طبعا كانت فرحه كبيره بالنسبه لي يعني. انت داخل النادي الاهلي وحاجه بتحبها. بس باباك من البدايه ما فكرش ان هو يعني يوديك تختبر في اي نادي غير الاهلي، هو الاهلي بس اللي يعني هي اللي جت في دماغه كده، لان احنا زي ما قلت لحضرتك قبل كده التجمعات كانت في نادي الشمس، كل الانديه كلها بتتجمع. فبالصدفه قابل احمد ماهر، كابتن احمد ماهر قدامه، فاتكلم معاه اتناقش معاه، فلقى الراجل مرحب واداله ميعاد استماره ان احنا نيجي نختبر. فالموضوع طلع ماشي كده بالظبط كده. يعني فهي جت كده يعني الحمد لله يعني. فمن ساعتها ما خرجتش من النادي الاهلي. بقى بدايتك بقى قطاع الناشئين، مين اول مدرب في قطاع الناشئين على مستوى الرسمي بقى؟ ملعب 11 ملعب 11 ولا كنا لسه سباعي والحاجات دي؟ لا البراعم انا عارف. لا البراعم البراعم بتبقى مدربين كتير، مدربين كتير بيمر عليك تقريبا ممكن في السنه 3 4 مدربين بالظبط. مظبوط كده. دخولك قطاع الناشئين واللعب بقى في قطاع الناشئين، مين الاول مدرب؟ كان برضو كابتن عظيمه في البدايه، عظيمة اللي اتمرنت معاه. واعلى الاجيال بقى يعني مثلا كل ما بتكبر سنه بيمسكك مدرب مختلف يعني. مسكني كابتن عمرو انور، كابتن عظيمه، كابتن سمير كمونه، كلهم كباتن كبار. كابتن مشير حنفي ومعانا دلوقتي على التليفون كابتن كبير برضو مكتشف، كابتن رامي ربيعه. الو، ما انا هخليه يقول. اتفضل. الو الو، كل سنه وانت طيب يا كابتن. انا لسه انا متفائل حبيبي. عيد سعيد على حضرتك. انا عرفته على فكره، قول انت بقى. اكتشفك يا رامي. كابتن بدر رجب. ايوه طبعا. أيوة. كابتن بدر رجب ده يعني في حته ثانيه. باك كان دايما يقول لي رامي لوف، ما اعرفش ايه رامي لوف دي، بس طبعا كابتن بدر رجب رامي لوف ما اعرفش ليه. طب يعني ليه كابتن بدر كان مسمي كل واحد فينا حتى تريزيجيه؟ كابتن هاني حبيبي تريزيجيه، اخبارك ايه؟ كابتن منور بيتك وكل سنه وانت طيب، عيد سعيد عليك وعلى الاسره. حبيبي كل سنه وانت طيب وسام طيبه ورامي طيب وكل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب يا كابتن بدر. وكل ما نتكلم مع نجم يجيب سيره حضرتك بالخير. طبعا.
ومكتشف النجوم يعني. صحيح. اه بجد يا كابتن بدر. ايه 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 موضوع اللوف ده؟ عايزين نعرف موضوع اللوف ده ايه؟ هو كان مسمي كل واحد. هو انا كنت بطلع اسامي يا كابتن هاني، انت عارف على اللعيبه بتاعتي. اه بالظبط. وكل واحد على حسب شخصيته. فرامي كان مدافع صلب جدا وقوي جدا، وكان بيطلع لعب بدماغه، وكانت الكره الروسيه كانت مسيطره شويه في وقت من الاوقات كده عن طريق القوه والسرعه. ورامي يمتلك هذه الميزه دي يعني. فطلعت عليه رخمانوف يعني. على اساس ان هو روسي يعني، بس ما قلتلوش ان انت روسي، كان لسه صغير. فكان بيطلع بعد الماتشات بدماغه وكده. خلي بالك هو لسه فاهم الموضوع ده دلوقتي. شوف عدى كام سنه ولسه هو عارف الموضوع ده دلوقتي. ابن حبيبي ما بينساش، انت عارف يا كابتن هاني ان الاولاد الصغيرين لما بتديله اسم بيفرح يعني. طبعا صحيح. حاسس باهتمامك ليه وان انت والد ليه مش مدرب ليه. واحد حاجه كابتن بدر رجب يعني كان مفرق. انت لازم الاول اللعيب يحبك في السن ده عشان تاخد منه كل اللي انت عايزه وتديله اللي انت عايزه وتتقبله منك. بس فكابتن بدر رجب بصراحه كان من اللعيبه اللي بتتقبل اي حاجه. طب اللعيبه اتفضل. ليا معاه حاجات كتير جدا. رامي انا 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 شفته اول مره وقعد سنه في البيت. بعد كده جالي تاني قلت له هتجيلي ده هتجيلي عشان تتقيد. ايوه صح. حصل كده قعد سنه وجالي ومن اول ما جه قلت له خش من الاول. ايوه صح. مين من اللعيبه بقى رامي ربيعه اللي انا كنت متوقعه له من وهو صغير هيبقى شباك النادي. مين من اللعيبه كابتن بدر من اللي حضرتك ساهمت في اكتشافهم وعلى تواصل دلوقتي لحد دلوقتي مع حضرتك؟ كل سهام اللي مرنتهم ولادي على تواصل بيا، لان انا زي ما قلت لك انا اول مدرب جبتهم واول مدرب مرنتهم. واقل لعيب فيهم مرنته حوالي 5 سنين. yeah. انا كنت بجيبهم 8 سنين. وعندهم 9 سنين وبالكثير قوي بقى عنده 10 سنين فيهم الخير يعني. من المدرسه عنده 14 سنه، فاقل مدرب بيتمرن معايا، اقل لعيب بيتمرن معايا 4 5 سنين. فكلهم مرتبطين بيا، حتى لما يجي يروح نادي بيقول لي بيسالني اروح هنا ولا اروح هنا يعني. يستشير حضرتك بفضل الله. حوالي 52 لعيب منهم هشام وشهاب وشكري وشبيطه وعبد الله فاروق ومصطفى طلعت اكيد حد حتى ناس ورامي وايمن اشرف واحمد حسن كوكا واحمد حسن مكي. فخلص البرنامج ولسه بعت لنا قائمه الاسماء. قائمه الاسماء لازم تنزل لنا. ما دول كانوا مع حضرتك برضه كابتن. كل دول اصل الاسماء دي كلها كانوا معايا يعني. لا طبعا كابتن بدر مكتشف النجوم وزي ما بيقول. بس في حاجه يا كابتن بدر، يعني واحد بتشوفه وبعدين بيغيب عنك سنه وبعد حتى جالك بعد سنه قلت له لا خش امضي العقد وتعالى، دي ثقه كبيره جدا جدا. انك اول ما شفت رامي قلت لا ده لاعب لازم يكون موجود في النادي الاهلي. ايه اللي شفته فيه يعني؟ رامي كان في ميزه غريبه جدا يا كابتن هاني. انت عارف في السن الصغير الواد بيجري ورا الكوره. يعني اللعيبه الصغيره في السن الصغير بتجري ورا الكوره. رامي ما كانش كده. رامي كان بيستناك. اللعيبه عينه على الكوره بس، ملوش دعوه بكل اللي حواليه ده. فكنت احس لما حد يروح له بالكوره ان رامي ده بيعمل حاجات بتاع مدافع كبير يعني، يخليك تروح في حته مزنوقه كده عشان يقطع منك، اللي هو بلغه المدربين بقى يوجهه. بيديله اتجاه حاجات دي. قلت ده هيبقى في ارتباك النادي يعني. كان من صغره عنده مقاومات الدفاعيه دي عاليه جدا جدا جدا. بقت طبعا كورته سليمه من ورا. لما اتمرن بقى معانا اكتشفنا بقى حاجات ثانيه يعني، بيطلع كوره سليمه، بيقطع كويس، بيتمركز كويس، بيغطي كويس. كل الحاجات اللي بتاعه المدافعين الكبار كانت موجوده في رامي ربيعه وما زالت موجوده ان شاء الله. في الفتره دي يا كابتن بدر، ايه اللي حضرتك حابب تقوله او تنصح بيه كابتن رامي؟ شوفي رامي من اللعيبه اللي بيخش نصائح كتير، لان هو عارف هو عايز ايه. فانا بقول له يا رامي بس ربنا يديك شر الاصابات يا رب يا رب، وتفضل موجود كده واقف على حيلك، لان النادي الاهلي محتاج ليك وانت محتاج للنادي الاهلي. وغير كده انت عايزين رامي يبقى في المنتخب المصري، فبالتالي طول ما هو سليم يبقى هيبقى من اقوى المرشحين المدافعين اللي يبقى موجودين في منتخب مصر، بالتالي يبقى هيفيد النادي الاهلي وهيفيد منتخب مصر. فبتمنى له ان شاء الله ان يبقى واقف على حلو تملي ويكفي شر الاصابات ويبقى موفق، لان التوفيق ده عامل كبير جدا في استمرار اللاعب، مش في ادائه بس، بالعكس ممكن الاصابات دي تاثر عليك، لكن رامي بيرجع اقوى من الاول. ودي ميزه من ميزات رامي ربيعه. عايز تقول له يا رامي؟ طبعا عايز اقول له طبعا عيد سعيد عليه وعلى اولاده، طبعا اولاده اصدقائي.
فانا بحبه بصراحه وبحترمه، راجل زي ما قلت لحضرتك من البدايه قبل ما اعرف ان هو هيدخل معانا، طبعا ان هو ليه فضل كبير عليا، كان حد غيره ممكن ما يبقاش يعني الثقه دي مثلا ان هو يجي يقول لي امضي على طول، فهو السبب ان هو دخلني النادي الاهلي يعني. فبعد ربنا طبعا، فلا انا بحبه وبحترمه، والراجل يعني بنصدق نروح الامارات لما كان موجود يعني ان احنا نروح نسلم عليه، لازم اول حاجه بنعملها كلنا بنتجمع عشان نتكلم من الكابتن بدر ونسلم عليه يعني. فاتمنى له التوفيق طبعا في حياته، وهو شخصيه محترمه يعني. كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن بدر، وبنشكرك جدا جدا، وكل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيبه، كل سنه وانتم طيبين، وكابتن هاني طيب، وكابتن رامي طيب. يا كابتن حبيبي حضرتك بالف خير، وحضرتك بالف خير. هنطلع لفاصل قصير، وبعد الفاصل مستمرين في البيت الكبير. تفضل. رجعنا مع حضراتكم، ونجمنا صخره الدفاع النادي الاهلي رامي. منورنا رامي. منور يا كابتن هاني. النهارده حضرتك طبعا في الدفاع. حبيبي يا رامي، ربنا يخليك. عايز اقول لك اللقطه بتاعه دخول النادي الاهلي وقطاع الناشئين كانت انا بالنسبه لي مفاجاه. لكن ليها احساس تاني خالص، النقله من تصعيدك من قطاع الناشئين للفريق الاول. دي بتبقى اعتقد حاله تانية خالص، دي فرحه تانية. احكي لنا بقى عن الفرحه التانية. يعني لا انا زي ما قلت لحضرتك برضو في البدايه، يعني انا كنت عشان زي ما كابتن بدر رجب قال لحضرتك ان انا كنت بتميز ان انا جامد شويه او تدخلاتي جامده على اللعيبه اللي ضدي او حاجه، فانا كنت بلعب في مراحل سنيه كتيره، فهي جت من بدايه كده بقى ان انا يعني انت بتلعب مع السن السنك السن مثلا كان عندي ساعتها 15 سنه كنت بلعب 15 و16 و17 و18 الماتشات المهمه بتبقى هي دي، بس نقطه ان انا بقيت بتصاب كتير دلوقتي، ان انت بقى جسمك مستهلك طبعا، بقى عندك العضلات بقت مش مجهده، وانت في سن محتاج تغذيه كويسه عشان تبدا تقف على رجلك، فهي دي النقطه اللي الناس مش فاهماها. بس لا دي نقطه مهمه، ده كان السبب بالظبط، لان انت بعد كده بعد ما بتكبري عضلاتك بتتكون على حاجات غلط او او ضغط او حاجات هي الاحمال عليكي بعد كده. احمال عارف يا سهام هناك، يعني يمكن كنت بتكلم مع رامي في النقطه دي قبل الهواء، ان الاحمال التدريبيه بالنسبه للناشئين بتختلف كتير جدا جدا من كل مرحله لمرحله، يعني 15 سنه او 13 سنه غير 19 غير 20. تخيلي بقى رامي بيلعب مع اولاد عندهم 13 سنه، وهو مثلا عنده 13 سنه يلعب مع 13 و15 و17، فكل دي احمال زياده ما بتظهرش في وقتها، يعني ما ظهرتش وهو بيلعب. هم قالوا لي كده فعلا، مش هتظهر دلوقتي، ظهرت دلوقتي. عندك حماس وعايز تلعب وعندك عضلات وعايز مبسوط باللعب طبعا. اي حد يتمنى انه يلعب وبيبتدي يتدرج في الاعمار السنيه فمبسوط ان هم معتمدين عليا. فقالوا لي نفس الكلام اللي حضرتك قلته يا كابتن هاني، انه انت مش هتحس بيه دلوقتي، هتحس بيه بعد كده، بعد ما انت فتره النمو بتاعتك تخلص هتحس بيه بعد كده. فده اللي بقى بيحصل، انا اقل مجهود بيحصل فيا بتحصل اصابه، بس دي بتاعت ربنا طبعا، الاصابه دي بتاعت ربنا. لا بس في نفس الوقت مهمة انت نقطة ان فيها بالظبط يعني ده سبب من الاسباب، مش هقول لك ان سبب الاصابه بتيجي بيور ان انا بتصاب لوحدي، لا سبب من الاسباب اللي موجود، بس ده بقى دلوقتي بتعالجه بان برضو تاخد بقى بروتينات، الحاجات اللي طلعت جديده مثلا بتبدا تريح نفسك، زي مثلا لو انت عندك فتره راحه تبتدي تاخد اجازه، ما تحاولش يعني تنزل كتير تخرج، ما تحاولش تسوق كتير، فبتحاول على قد ما تقدر انك تريح، تقدر انك تريح بالزبط. لكن نقطه مهمه جدا وبرضو رامي عشان برضو الساده المشاهدين يعرفوا ان كمان احنا ان شاء الله عندنا ملف يا سهام بيتكلم في الجزئيه دي، ملف مهم جدا جدا، لما اتكلمت مع اداره القناه ان احنا هنعمل كمان حلقه عن قطاع الناشئين، الاحمال اللي بيديها المدربين، لان زي ما بقول لك يعني اعتقد رامي حظه كان وحش جدا في الاصابات، والناس كانت بتستغرب هو رامي بيتصاب ليه. فلما قال لنا الجزئيه دي لا يمكن كانت غايبه عن كتير من الناس، الناس مش اكيد مش هتفهم عنها، مش عشان حاجه، لان ما جربوش او ما حصلتش ليهم او مش هيصدق يعني. انا لو حد حكى لي الموضوع ده انا مش هصدقه، اللي هو يعني ايه بعد فتره كبيره انت تبتدي تتصاب عشان جسمك مش مستحمل التحمل. لا عشان بس لما تراكمات بالظبط كده، فبس لما فهمت اقتنعت. فكانت دي السبب ان انا يعني مثلا بيبقى حضرتك عارف ان ماتشات الناشئين بتبقى الساعه 2 الظهر يعني عكس فمثلا لما بيبقى عندي مثلا فرقتي عندها ماتش في اسماعيليه مثلا بلعب اسماعيليه هناك، ارجع يبقى الفرقه الاكبر مني مثلا بسنه مستنيني لان هم بيبقوا مسافرين بالليل، فاروح بعربيه ملاكي عادي تبعهم اروح على الاوتيل في مثلا في المنصوره او في اسكندريه، فبنام بس لمجرد النوم بالليل ويبقى ثاني يوم عندي ماتش.
وارجع مثلا بالليل مع الفرقه، ببقى عندي ماتش مثلا في مدينه نصر مع الفرقه الاكبر مني بسنتين. فالموضوع ده اتكرر حوالي سنه، قعدت سنه بعمل اللي انا بعمله ده. اروح واجي والعب ويكلموني. وانت ساعتها مش حاسس، انت في السن دوت انت ممكن تلعب ماتشين ثلاثه في اليوم، لكن يعني هي تاثيرها بعد كده يعني. بالظبط، مفيش نوم كويس، مفيش اكل كويس، برده كنت في ثانويه عامه في ساعتها، فمحتاج ان اقول لك ابرز الصعوبات اللي انت بقى واجهتها في الفتره دي. بالظبط، في النشئين ايه بقى، لان اكيد والدي برده مش هيسيبني او والدتي مش هيسيبوني ان انا لازم دراسه جنبها، لازم يبقى ليك شهاده، لازم الحاجات دي طبعا مطلوبه، يعني مش هبقى لعيب كوره بس، يعني اكيد يبقى ليك شهاده برده، انت بتحس بذاتك ان انت معاك شهاده يعني جنب لعيب الكوره. فده كان مطلوب ان انا اركز هنا واركز هنا، وما بنامش كتير، بحتاج ان انا ده في اوقات في الثانويه العامه كنت بذاكر وانا رايح معسكر، يعني انا لو حضرتك فاكر حضرتك كنت معاك، كنت بتسيبني في اسكندريه صحيح عشان ارجع العب، كان عندي امتحان ثانويه عامه وترجع، كنت انا وصالح جمعه. مزبوط. لو حضرتك فاكر كان عندي امتحان ثانويه عامه مرتين، يذاكروا لغه عربيه وكان عندي كان انجليش لو حضرتك فاكر. والله بجد كان ادانا البرميشن او الاذن ان احنا نرجع في الطريق، كنت بذاكر وكنت واخد الكتب معايا في المعسكر، كنا بنلعب بالسودان لو حضرتك فاكر في السيد ماكس. بالظبط بالظبط، هو بس كنا بنذاكر في المعسكر ونروح على الامتحان ونرجع تاني يوم على الاسكندريه. موضوع ان انت عندك اصابه مزمنه ده مأثر عليك يعني؟ مفيش اصابه مزمنه. لا ده يعني ده يعني مفيش حاجه اسمها اصابه بس مزمنه، بس في ناس بتقول كده يعني. دي المشكله، نعم. عشان هم مش فاهمين ده. ما زي ما بيقول رامي، هي مش اصابه مزمنه، هو رامي للاسف على فكره في ناس كتير قوي ما كانتش فاهمه اللي هو كان بيقوله دلوقتي. طبعا كويس برضه يشرح. انت بقى بتتغلب على يعني ان انا عندي اصابه واحده سبت. بتتكرر. دي ايه معنى اصابه مزمنه؟ انا ما عنديش اصابه جات لي وكررت. ده حلو قوي نوضحه للناس دلوقتي. ايوه، ما هو الناس مش فاهمه ده، يعني ايه اصابه مزمنه؟ اصابه مزمنه ركبتك وجعتك هتفضل توجعك مش هتتخف، دي اصابه مزمنه. انما انا ما جاتليش حاجه وجات لي تاني. يعني انا مثلا عملت عمليه في ظهري، مركب مسمارين في ظهري، بتجي لي اصابه تانية في ركبتي، بتجي لي اصابه تانية في الضمه، يبقى دي زي اصابه مزمنه يعني. طول ما انت بتلعب هيكون في مشككين يا كابتن طبيعي. يعني ده مش قصدي مشككين، ده طبيعي، ده في الكوره طبيعي. كابتن هاني طبعا يعرف ده اكتر مني، ده طبيعي وهتتعاملي معاه يعني مش متضايقين منه عادي. هم حقهم يكتبوا او حقهم يقولوا، وانا برد في الملعب. كابتن هاني طبعا يعني فاهم الموضوع. فاصابه مزمنه يعني انت بيجي لك الحاجه اكتر من مره في نفس المكان، فما فيش حاجه اسمها كده يعني. ما فيش حد في الكوره او ما فيش حد، ما فيش نادي لو انا عندي اصابه مزمنه ما كنتش سافرت البرتغال. لا ما كانش كمان النادي هيأيده اصلا، مش هتلعب يعني. بالظبط، او النادي الاهلي على الاقل مش هيأيدني. يعني استحملني ليه؟ راح يعني احترف في البرتغال، اول حاجه بيعملوها كشف طبي يعني. كابتن هاني عارف الموضوع، بس يمكن اللفظ نفسه الناس فاهماه. وكنت عامل عمليه ومركب مسمارين في ظهري واتقابلت هناك برده يعني مش مشكله. العمليه دي حرمتك كمان من الاولمبياد، كنت مع حضرتك طبعا، كنت لقيت التصفيات مع حضرتك، وبعد كده جينا الاولمبياد حصل لي الموضوع بتاع ظهري ده. طب نبعد عن الاصابات يا ربنا، الاصابات بعيدك عنها يا رامي. نتكلم بقى النهارده عيد، عايزين نفرح ونبسط. نقفل على الجزئيه دي خالص، واشرح لنا بقى فرحتك واول لقاء لعبته. اول لقاء لعبته مع النادي الاهلي رسمي، كان في لعيبه ما تعرفش اسمي في الملعب فعلا. يعني اصلا رحت، يعني كان كابتن زيزو كان ماسك مدير قطاع الناشئين في الفتره دي ساعتها، وطلع درجه اولى، وكان ماسك مكانه بقى كابتن عماد النحاس في مدير قطاع الناشئين. فلعبت ماتش الزمالك مع الفرقه ال 20 سنه اللي هم سعد كانت فرقتهم. كنا نلعب في الزمالك في حلم زاموره، والماتش ده كنا لازم نكسبه عشان ياخدوا الدوري. فلعبت الماتش ده وانا كان عندي 16 سنه، فكانوا بيتفرجوا علينا لعيبه الزمالك كلهم بالدرجه الاولى، وكان كابتن حسام حسن ساعتها كان ماسك الزمالك على ما اعتقد، كان مدرب الزمالك بالظبط على ما اعتقد يعني. فاتفرجوا علينا، فتاني يوم بقى على طول كنت باجي اتمرن بقى مع فرقتي الصغيره 16 سنه، رجعت العب اتمرن معاهم عادي. كابتن عماد النحاس. مين كان مدربك في ال 20 سنه؟ كابتن سمير كمونه. سمير كمونه. يعني شخصيته المحترمه اللي بحبها جدا يعني. لعيب كبير. اتعاملت معاه طبعا، لعبت معاه، لعبنا معاه بره وجوه وكل حاجه. فجه بلغني كابتن عماد النحاس قال لي بكره كابتن زيزو عايزك في الدرجه الاولى، فحتى رد فعلي مني قلت له ما تهزرش انت بتتكلم بجد؟ قلت له بتكلم بجد ايه يا ابني؟ عيب يا ابني. طبعا كابتن عماد النحاس وانا كنت لسه صغير بقول ما تهزرش انت بتتكلم بجد؟ قال انا هزر معاك ليه؟ طبعا بكره تبقى موجود في الدرجه الاولى. فمش مصدقه يعني، فرحه ان انا انت تهزر معايا اصلا. مين اللي يطلع درجه اولى؟ استقبلوك ازاي اللعيبه؟ لا عادي، اللعيبه هناك محترمه، بتخش طبعا بتتعامل مع الناس طبعا مش محتاجه تعرفها اساسا، فانت بتقدمي نفسك طبعا رامي او حاجه، فلا بيتعاملوا مع بعض بطريقه محترمه. دخلت الاوضه
انا اصلا عارف دخلت الاوضه دي. انا عارف يا سيهان دخلت الاوضه لما يكون في ناشئ طالع وداخل غرفه بتتفرج. خجل. انا عن نفسي قعدت ربع ساعه بره على الباب. رهبه طبعا. طب اخش ما اخش؟ اخش ما اخشش؟ لكن ليها رهبه علشان كمان والاشكال طبعا لما تشوف اللعيبه قدامك اللي انت بتشوفهم في التلفزيون وكان حلمك تبقى معاهم. ايه بقى قول لي ايوه الدنيا دي كانت عامله وانت هتقول لنا وانا هقول لك ايوه لازم هو هيقول انا هقول هيقول بس فكانت رهبه اول انك تدخل اصلا نادي الجزيره. انا داخل مش فاهم اي حاجه. فين اوضه اللبس؟ فين الحاجه؟ فطبعا مرنوا في مدينه نصر. كنا بنتمرن في الناشئين في مدينه نصر. فرايح طبعا انا اول حد شفته كابتن محمد بركات. اول ما شفته ده الدنيا اتدمرت. يعني طبعا انت عارف كابتن محمد بركات يعني جريء شويه. اول كلمه انت يا ابني اللي جابك هنا يا ابني الكلام بيزار بيزار طبعا بيزار بس الكلام انت فاهم انا عارف مش عارف تاخده بيزار بجد. طب الرهبه طب انا شايف طبعا كابتن محمد بركات انت يا ابني انت فين بالظبط انت ايه اللي جابك هنا يا ابني انت جاي تتعذب يا ابني انزل تحت الناشئين تاني ريح دماغك ولا وجع دماغك. فلا هو فكني شويه بقى هو اللي كسر الرهبه دي بالظبط كده. بس في نفس الوقت انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه انت قاعده بتتفرجي على اللعيبه ازاي بيلبسوا هيعملوا ايه لان انا مش عارف النظام هيلبسوا امتى بينزلوا امتى. في مثلا ناس عند الدكتور في ناس بيعملوا حاجه فانت قاعده بتشوفي الامور ماشيه ازاي بالظبط كده قاعد من بعيد ساكت وبراقب كل واحد بيعمل ايه عشان اشوف انا بعد كده هعمل ايه. مين اكتر واحد لفت نظرك بقى؟ لا يعني مين اللي دخل لا مين اكتر واحد كده علق معاك في دماغك؟ قعدت مع مين تتكلم اول ما قعدت انت داخل الناشئ صغير يعني مين اللي بدا يجي يقعد جنبك يقول لك لا معتز اينو طبعا كابتن معتز اينو وحسام عاشور يعني هم اقرب اتنين كانوا عاملين هم يعني بيحبوا يهزروا على طول الوقت فطبيعي بتخش معاهم في الهزار فبتبقى حلوه يعني فحتى في الماتشات بيبقوا قريبين منك بيتكلموا معاك لا خلي بالك اعمل ما تعملش فكانت كان النظام يعني كان هم روحهم حلوه يعني الجيل ده حظي برده ان هم روحهم حلوه الاجيال والله كلها بالظبط الاجيال كلها يعني انا على ايام حضرتك طبعا انت هتحكي لنا دلوقتي لا ده انا بقى كمان كابتن بقى الخطيب ومصطفى عبده ومجدي عبد الغني طب نكمل بس مع رامي لا قول لا انا كنت طبعا ساعتين بره انا برده نفس القصه ان هو يعني كابتن انور سلامه كنا بس انا كنت تحت 18 سنه كان عندي 18 سنه وبعدين هاني بكره كان في بكره مع الفريق الاول كان عندهم ماتش ولا تمرين عادي تمرين. تمام ف انا قال لي بكره مع الفريق فطبعا انا يعني احنا ساعتها كنا بنتمرن في الجزيره يعني على ايامنا احنا كنا بعد كده الفريق الاول بيجي بعديكم بالظبط كنا بنتمرن في حتى في ملعب فرعي كان في ملاعب ورا فرعيه كده وكنا بنتمرن ساعات الصبح بدري قوي في نفس الملعب ف بعد التمرين اتبلغت ان بكره تيجي في الملعب كده فانا بقول لك والاسامي تقيله الاسامي اللي موجوده تقيله ما تهزرش يعني كلهم نجوم كبار جدا 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 وانا اصلا وانا كنا عشان كنا بنتمرن هناك يا رامي فانا كنت بقعد شايفهم على طول كنت بقعد بعد ما اخلص التمرين بقعد بقى مع الناس دي حلوه دي بصراحه حلوه للناشئين ان يعني بتبقى فكره حلوه بصراحه بس لما تتحط في الموضوع بيبقى ليها لا احساس مختلف بس بتاع كابتن هاني احلى في ان هو انا ناشئ بشوف اللعيبه اللي قدامي فيس تو فيس ان انا تتعامل ازاي بالظبط اشوفه قدامي اشوفه وهو بيتمرن قدام هنا فنيه نصر معزول تماما خالص ما بيحصلش غير مره مرتين بشوف اللعيبه لما بيجي يتمرنوا في فنيه نصر فدي بتبقى حافز حلو ان انا عايز ابقى مكانه برافو عايز عليك. العب مكانه برافو عليك فدي بتبقى حافز حلو بصراحه انا كان ساعتها بقى انا بقعد اتفرج بكره معاهم بكره الصبح هروح اتمرن معاهم فكانت رهبه جامده جدا دخلتي الاولانيه طبعا يعني كان كابتن ايمن شوقي وكابتن علاء ميوب كابتن ربيع ياسين ايمن برده من الشخصيات اللي دمها خفيف قوي فانا طبعا دخلت يعني دخلت على جنب طبعا شايل شنطتي طبعا لبس قعد فينا تقعدوا بالظبط عماله خلي بالك انت لو قعدت مكان واحد يعني لعيب كبير ايوه طبعا وفي الاتوبيس يعني لو قعدت مكان حد جريمه بالظبط فدورت على مكان صغير كده ورحت قاعد ورحت مطلع حاجتي وتلبس وجزمه وبتاع ما اتكلمتش مع حد ما ببصش جنبي انا ما ببصش اصلا طب مين اللي بص لك؟ مين اللي اتكلم معاك؟ لا هم جولي بقى بعد كده يعني كابتن ايمن شوقي هتلاقيه في الملعب بقى هتبتدي تتعامل معاه في الملعب ايه خير كابتن مش عارف برضه كابتن ايمن يعني شخصيه طلته شخصيه قويه شخصية. وهو كمان وبيهزر زي بركات كده يعني دمه خفيف وبيهزر وروحه حلوه قوي فقلت له هاني قال لي ماشي ايوه بعدين كمل فلا قال لي طب لا
خد راحتك وبتاع وبدا بقى يعني خدنا الثقه والناس بدات تخش يعني. انا طبعا ما اقدرش اروح اسلم صح. يعني انا أيوة قاعد طبعا في مكاني انك لغايه ما لا تعالى معانا في البدايه طبعا بتقول لهم يا كابتن كابتن مثلا طبعا كابتن طبعا يعني مفيش حاجه اسمها في البدايه طبعا طبعا البدايه وطول عمرنا بالظبط الاكبر سنا ده احترام. لو واحد طلع قبلينا بيوم يبقى اقول له على طول يا كابتن دي حقيقة. طبعا طبعا ونزلت بقى التمرين والعمليه بقى الدايره والفك والحاجات ديت. وزي ما بقول لك على مر الاجيال يا رامي ان ميزه النادي الاهلي انه اي حد بيخش من قطاع الناشئين بيلموه يعني بيبقى يدخل في الفرقه بسرعه بالظبط. طب احنا معانا واحد من الكباتن الكبار برضو معانا الكابتن وليد صلاح الدين نجم الاهلي السابق. اهلا بيك يا كابتن. مساء الخير عليكم تهام، كل سنه وانت طيبه. وانت طيب كابتننا الكبير الكابتن هاني رمزي وحش حبيبي يا وليد، كل سنه وانت طيب. وتحياتي لرامي. رامي عامل ايه؟ كابتن وليد كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن. كل سنه وانتم طيبين. عيد سعيد على حضرتك. وحضرتك طيب. تقول له ايه النهارده يا كابتن وليد؟ يعني الاول خليني ابارك لكم على الاطلاله الجميله ما شاء الله، يعني اضافه كبيره للقناه. مبروك قناه الاهلي في اطلالتها الجديده، وعايز اقول ان قناه الاهلي من اول ما اتعملت هي ولدت عملاقه. يعني خلينا نقول ان قناه الاهلي الاهلي رائد على طول في كل حاجه، سواء في اي فكره جديده النادي الاهلي بيكون سباق. قناه النادي الاهلي يعني يوما ما يكون الناس مثلا مشغوله هيتفرج عليها 20 30 مليون. فاحنا الحمد لله يعني قناتنا ولدت عملاقه والرياده ليها، وبحيي وبهني الاستاذ ايهاب الخطيب على الافكار الكتير اللي موجوده في الاطلاله الجديده. عجبني فكره الدويتو قوي، يعني ايهام والكابتن هاني الصبح في كريم مع زميلته كابتن عادل القيعي وكابتن ابراهيم المنيسي كالعاده. اطلاله جديده وجميله وانطلاقه قويه ان شاء الله لقناه النادي الاهلي. لا وان شاء الله يا وليد بنوعدك ان المحتوى كمان، يعني انت بتتكلم على الافراد لكن ان شاء الله هتلاقي كمان محتوى ان شاء الله يسعد جماهيرنا ويسعد كل الناس اللي بتتفرج علينا، مش جماهير النادي الاهلي بس اللي بتتفرج علينا، كل الجماهير المصريه بتتفرج علينا، وان شاء الله نقدم محتوى يليق باسم النادي الاهلي. تقول ايه الرمي باين يا كابتن هاني الحماس الشديد. كمان عايز ابارك للكابتن ايمن شوقي كابتننا الكبير طبعا. يعني لقطه رائعه من النادي الاهلي انه يستقدم الكابتن ايمن شوقي يعني من امريكا، كابتن مصطفى عبده كمان حاجه انضمام قوي جدا للقناة. الحمد لله النادي الاهلي مليان نجوم، وان شاء الله باذن الله بالتوفيق دايما. شكرا باذن الله. ان شاء الله. وليد انت انا عارف انك بتحب الاكل يا وليد. ها بص انا مش عايز اقول لك انت جايبني منين، يعني انا بسالك سؤال جايبينك منين سؤال رد عليا ولا لا بيقول ما تعرفش حبيبي قول لي بقى بيتقضي العيد ازاي والاكل اخباره ايه؟ انا في شرم الشيخ يعني المدينه الجميله بتاعتنا معايا طبعا الاولاد، ومش عايز اقول لك يعني المكان جميل جدا ومصر جميله حلوه حلوه حلوه، ويعني طبعاً. يعني احلى من اي مكان في الدنيا. ده حقيقي فالحمد لله يعني عيد جميل، ويا رب عيد سعيد على كل مصر ان شاء الله. اكلت ايه من شويه؟ والله ما يعني بلاش الاحراج ده، شكرا ذكرياتك سعيده يا وليد. لا قال انتوا ما تعرفوش جايبيني منين، فاكيد كان في وليمه قد الترابيزه دي. هو رامي ما جاش معايا ولا مره، يعني على طول معايا الشناوي ورمضان وكهربا بقى وحسام عاشور طبعا قبليهم. لا انا لسه كنت في مطعم سي فود حاجه جميله. ده احنا هنسيب القناه دلوقتي ونروح ناكل عندك دلوقتي سي فود. واحنا يعني ده عيد عيد لحمه مش سي فود يا وليد. والله انا متخصص سي فود يا كابتن. طيب حبيبي يا كابتن وليد والله منور الدنيا يا كابتن والله. كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب يا حبيبي. كل سنة وانت طيب يا كابتن وليد، عيد سعيد عليك وعلى الأسرة، وبرضو انت واحد من وادي النادي الأهلي، وان شاء الله نشوفك هنا في البيت الكبير ان شاء الله يا وليد بإذن الله. كابتن وليد شكرا جزيلا ليك. طيب كنت هسألك سؤال برضو. اتفضل. اهلا. اول كورة دخلت فيها على حد في يعني تصادم بينك وبين حد وخبطته جامد وحسيت ان انت ده لعيب كبير مثلا خايف على رجله او حاجة بتحصل معاك؟ اصل حصلت معايا بصراحة. لا انا بقى ما تيجي تخش مثلا على لعيب كبير تبقى خايف ان لما تخبطه تبقى انا اسف والله ما اسف. لا انا حصلت معايا في تاكلينج
بس عملت نفسي عارف اللي هو ايه، عملت تاكلينج وقمت جريت في حته تانية خالص. لا مش انا اللي عملت. مش فاكر التاكلينج على مين برده، كان طبعا لعيب كبير كابتن مجدي عبد الغني، وطبعا كابتن مجدي عبد الغني لو طالني ساعتها كان كان حقيقي. فرحت عملت تاكلينج ورحت جاري اللي هو يعني ما بدلوش فرصه كمان يبص ولا يلحقك. لكن طبعا الحته دي بيبقى فيها حتى في رهبه، في رهبه, في رهبة ان انت تضرب لعيب كبير مثلا او كابتن كبير النادي الاهلي بالظبط، دي مشكله او تعدي منه مثلا. بس كده مش هتعرفوا تتصرفوا في الملعب يعني كده بيبقى فيه بقى رهبة ان انت مقدر اللعيب الكبير اللي انت بتشوفه في التلفزيون لغايه ما بتتعود مثلا بتتعود بقى خلاص ده بيبقى كوره وفي منافسه وفي لازم العب ولازم يبقى ليا برده كيان ولازم يبقى ليا مستقبلي. فده طبيعي، بس في البدايات اللي بقول لك عليها اللي هو لازم ابقى مخلي بالي برده ان احنا معانا مكالمه من البدايات دي. قولي يلا. الو الو. ايوه. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب، عامل ايه؟ كله تمام كويس؟ كله زي الفل الحمد لله. مين يا رامي؟ اخويا. اخوك مين؟ الصوت غريب برضه. اعتقد كابتن ايمن شوقي؟ لا برضه لا. اخبار حضرتك ايه؟ قول تاني. الو. انت لسه مكلمني؟ انت لسه جايب سيرته. فكر اللي استقبلك، مين اللي استقبلك وكسر الرهبه؟ ايه معتزين؟ طيب انا اقول ده جميل ده كده معتزين. صوت نفس صوت اخويا والله. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كل سنه وانت طيبين. كل سنه وانت طيب يا كابتن معتز. كابتن مصر واخويا الكبير كابتن هاني رمزي، وببارك له ودايما منور قناتك حبيبي يا معتز الكبير يا كابتن. الله يخليك، ربنا يخليك، كل سنه وانت طيب. طبعا لحضرتك كل سنه وانت طيبه ودايما موفقين كده، ودايما قناه النادي الاهلي منوره بنجومها. الله يخليك، ميرسي. انتوا نجوم الاهلي وانتوا نجوم البيت الكبير، وده بيتكم يا كابتن. ربنا يخليك. وسلامي طبعا لاخويا الصغير حبيبي نجم مصر بقى صاعد بقوه. كابتن معتز عامل ايه يا كابتن معتز؟ حبيبي يا رامي عامل ايه؟ والله وحشني والله. كان لسه بيتكلم عن ذكريات اول مقابله واول رهبه ومين اللي كسر اول رهبه دي. معتز اينو هو وفي الفرقه فاكهه يعني بيحب يهزر ويضحك وبيخلي الموضوع جميل، ويعني انا بصراحه عمري ما شفته مثلا يلعب ما يلعبش، مش يعني هو عنده التمرين بيتمرن وكويس، بس في وقت يعني في وقت الجد جد والهزار هزار. يعني كابتن معتز اينو لا اللعيبه اللي انا حبيتها يعني بسيط بالظبط كده. لا انت نجم كبير وان شاء الله ربنا يكرمك. يعني الكابتن هاني طبعا عارف الكلام اللي انا هقوله، كلنا مرينا بيه واحنا لسه طالعين. نفس برده يعني الحكايه بتاعت رامي اول ما طلع كلنا برده مرينا بيها مع نجوم كبار، وطبيعي اللي حد برضه بيستقبلك ولازم بتاخد الخطأ تفهمني في الاول، وحد بيتكلم معاك والنجوم دايما ما تخافش وشد حيلك، لازم تلاقي لعيبه كبار قريبين منك. رامي لما طلع برضه معانا اولا هو بعيد عن الكوره مش عشان هو قاعد، هو من الناس المحترمه جدا المتربيه جدا ما تسمعش صوته. فلقيت كنت انا وعاشور بقى في الاوضه والشله بتاعتنا الشله اللي هي الفز دي هو عارف. فاحنا لقينا رامي جاي كده لسه ايه ولد لسه يعني طالع بقى متصعد وكده، فقلنا لا الولد ده شكله مؤدب وابن حلال، لقيناه هو يعني بيتجاوب معانا والموضوع بالنسبه له عادي. جندتوه بمعنى اصح، هو اتجند في المجموعه. احنا قلنا بس ده تعالى بقى. كان بقى هشام محمد وسعد التكبير وعمرو جمال عصابه. يا نهار ابيض. واحمد شوقي سعد سمير والله عصابه مشكله. انت طالع بقى كابتن هاني، بس هم بصراحة كلهم لعيبة كويسة فكلهم خدناهم بقى يعني تحت بطنا زي ما بيقولوا، بس هم يعني بلا ما شاء الله دلوقتي كلهم نجوم طبعا يعني. طبعا طبعا. وأنا مبسوط جدا بأداء رامي. طبعا رامي في الفترة الأولى وإحنا موجودين لسه كان اتعرض شوية لموضوع الإصابة وكده، لكن كلنا كنا على يقين إن رامي لا هيعدي المرحلة دي وهيوصل وهيروح منتخب مصر، ومن الاشتباكات اللي هي يعني يعتمد عليها الرجاله في الملعب. شفتوا الكلام ده معتز من اول تمرينه؟ شفتوا بتحسوا انتوا طبعا لعيبه كبار وعندكم خبره، وتحس ان اللعيب لما بيخش الملعب لو لعيب صغير بتحسوا لا ده هيبقى نجم من نجوم الفريق، حسيت بالكلام ده بالنسبه لرامي؟ كابتن اكيد لا رامي كان كمان عنده حته الاصرار، عنده حته العزيمه، في ممكن واحد طالع اللي هو بيأدي بس او انا فرحان اللي انا اطلع يوم واثنين وانزل تاني، لا رامي كان من الناس هو وسعد سمير بصراحه كانوا الاثنين عندهم رغم ان كانوا طالعين في وقت بقى كابتن وائل جمعه وكابتن عماد النحاس احمد السيد شادي محمد، يعني كانوا طالعين مع نجوم كبار،
لكن هم كان عندهم الاصرار والعزيمه اللي هم يتمرنوا جامد وكانوا بيخشوا جامد ما بيهبوش الموقف او ما بيخافوش لما بيلاقي نفسه فجاه بيلعب على بركات وابو تريكه وعماد متعب. لا هم كان عندهم اصرار صراحه سعد وراضي كانوا رجاله وكلنا تنبأنا لهم اللي هم هيكونوا في يوم من الايام دي الناس اللي هيجي عليها دورها بعد كابتن وائل وبعد كنتوا انتوا كنتوا شايفين ده كابتن معتز اكيد طبعا. لا هم لعيبه ملتزمه سلوكيا وبدنيا وفنيا وكل حاجه فانا بتمنى لهم التوفيق وانا ببقى سعيد جدا دلوقتي اللي انا بشوف رامي وسعد والناس دي كلها دلوقتي هي نجوم الفرقه في النادي الاهلي دول ولاد النادي يعني دول ولاد النادي فالواحد بقى سعيد ومبسوط طبعا اللي ولاد النادي هم اللي شايلين دلوقتي قلب الدفاع فانا على المستوى الشخصي بحب رامي وبحب دايما رامي يبقى في الملعب يعني انا من النوع اللي بحب رامي يبقى في الملعب بحس ان انا مطمن الصراحه حبيبي يا كابتن معتز والله دي شهاده والله يا كابتن معتز ماشي على نفس يعني على نفس المستوى اللي ماشي وربنا يبعد عنه الاصابه ان شاء الله ويكسر الدنيا دايما يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا ليك. لا مش شخصيته محترمه لا 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 مش شخصيته محترمه بحب طريقته بحب هزاره كان عامل جو في الاوضه يعني الاوضه اكيد حضرتك كنت عارف يعني بيبقى على طول بيضحك على طول بيهزر زي ما قلت حضرتك بيلعب ما بيلعبش في لعيبه تلعب تلاقيها مبسوطه وتضحك وتهزر في لعيبه ما تلعبش تنكد على الفرقه كلها يبقى يوم اسود لو ما لعبش هو لا مش فارق له من غير هو زي مين لا لا مش الحاجات دي بتبقى محرجه شويه فلا كابتن معتز انه بيبقى جميل مش بيفكر في حاجه ان هو وبرده بيعمل اللي عليه مش اللي هو مش في دماغه اللي هو مش في دماغه برضو بره اللعب بالظبط لا بيبقى مركز في التمرين بس اللي هو ما بيحبش يشتت نفسه ان هو بيفك الناس شويه بالظبط كده لا لا كان من الشخصيات الجميله يعني. طيب احنا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل لسه مستمرين في سهره العيد والبيت الكبير اتفضل. رجعنا مع حضراتكم مره تانية وحوار رائع معاك يا رامي بصراحه يعني انت من الناس اللي انا بحبها على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني فمنورنا في البيت الكبير ربنا يخلي حضرتك. وعايزين نعرف بقى اول مباراه رسميه مع النادي الاهلي كانت اول مباراه رسميه كانت بعد ما حضرتك اتمرنت مع الفرقه 3 ايام بالظبط بس بالظبط 3 ايام عشان كده بقول لحضرتك اول ماتش ليا ما كانش حد عارف اسمي في لعيبه بتقول يا كابتن في الفرقه في الماتش لما اجي باصي مثلا كابتن مش عارفين اسمي ثلاث ايام اتمرنت معاهم او ما طلعت من الدرجه الاولى كان من ضمنهم ثاني يوم كان المعسكر يعني كان ثاني يوم يعني انت اتمرنت تمرينه وكابتن زيزو اتكلم معايا وانا ماشي في الطريق فعادي يعني خارجين من النادي بقى هروح فبيقول لي يا رامي انت جاهز انك تلعب بكره بعد بكره يعني وكده قلت له بعد بكره اللي هو ايه ماتش الحرس قال لي هتلعب عادي وانا واثق فيكوا كمان فقلت له هلعب ايه قال لي هتلعب ديفندر قلت له كمان يعني انا اصلا بلعب باك رايت انا اصلا باك رايت انت بدات كمان باك يمين انا اصلا من الناشئين في جيلي بلعب طول فتره الناشئين باك يمين ما لعبتش مساك دي خالص ولا ديفندر دي ما لعبتهمش هو باك رايت انا اصلا اوكي طيب لما قال لك بقى كده فاتفاجئت طبعا هو كمان بيتحمل عليا مسؤوليه ان انا العب ديفندر وكان في ديفندرات تقيله موجوده يعني كان في ناس تقيله يعني كابتن محمد شوقي وكابتن حسام عاشور وشهاب وفي لعيبه اسامي تقيله كتيره موجوده فقال لي طب سيبني اشوف الدنيا بس انت بس جاهز قلت له طبعا انا من جوايا خايف بس طبيعي. دي فرصه يعني اي حد مستنيها فقلت له طبعا جاهز وانا اصلا خايف انا اللي عايزه يرجع في قراره بس فقال لي خلاص ماشي على خيرة الله فانا اتمرنت معاهم تاني يوم وطلعنا على الاوتيل حتى بقيت بشوف مثلا ما كانش في برضو السوشيال ميديا قوي زي دي دلوقتي فمش مركز الناس بتقول ايه او يعني حتى والدي ووالدتي يعني قلت لهم انا بكره موجود في الماتش بس قلت لهمش ان انا هلعب يعني هو ما قاليش هتلعب اساسي يعني هو ما ادانيش قرار قال لي انت موجود هلعب يعني خليك مستعد وانت مع الفريق بس اكيد مش هلعب طيب الطبيعي ماشي. ان انا مش هلعب الطبيعي كمدرب مش هيلعبني بالظبط انا متواجد في الصوره طيب. معاهم وبعدين فوالدي ووالدتي بابايا طبعا في العياده مش سمع صوتي واسمي وانا في الماتش وهو في العياده يعني عنده يعني كمان ما اتفاجئ ان انا بادئ بلعب الماتش ساب العياده وروح طبعا عشان يشوف يعني. الماتش في البيت عشان يتفرج عليه بمزاج يعني وبعدين فاتفاجئت طبعا في المحاضره فكابتن زيزو بيحط التشكيله فحط رامي فاللعيبه عماله تبص جنب بعض مين رامي ده؟ يعني في لعيبه عرفت وفي لعيبه يعني انا شايف بعينيا عشان كنت قاعد في الاخر خالص انت عارف قاعد ورا خالص في اخر كرسي فبصص على اللعيبه اظهر يا رامي انت فين يا رامي؟ مين رامي يا جماعه؟
بس فاللعيبه طبعا بتقول لبعضها فخلاص يعني بقيت مركز ان انا لازم اعمل حاجه كويسه. بس مسؤوليه كبيره يعني مسؤوليه كبيره طبعا. وكان الفتره دي كانت النادي الاهلي تعادل يعني كمان ما كناش ماشيين ما ده الدوري اللي جيب بعد صعوبه من الزمالك لما تعادلنا 3-3 يعني. فكان الدوري ده كان ليه طعم ليا بالنسبه لي مختلف لان طبعا اول دوري ليا وكان حلو يعني. فكان اول ماتش للحرس طبعا ساعتها رحت طبعا استاد القاهره بجمهور والدنيا وقلقان وما لحقتش اخد على اللعيبه قوي برضو يعني اللي هو ثلاث ايام قليل بالظبط يعني مش واخد على اللعيبه قوي. فالحمد لله ربنا كرمني ودخلت الشوط الاولاني بلعب حتى خدت انذار خدت انذار المذيع حتى كان وكان مش فاكر مين بالظبط قال لك خد كارت استضعاف يعني انا ما اتكلمتش كان احمد عيد عبد الملك او ما مش فاكر دخلت فيه دخله جامد بس ما تستاهلش انذار. فالحكم عشان شايفني لسه صغير وبتاع مديني انذار فاداني انذار يعني انا فاكر التعليق ده لحد دلوقتي يعني اللي هو شايف ان انا صغير فقال لك فاكر كل تفاصيله اكيد طبعًا. وبعدين فجينا بعد بين الشوطين كنا خسرين 1-0 على الشوط الاولاني. الشوط الاول خسرنا 1-0 فانا بهدوء كده وبعقل ومتقلع جزمتي وقلعها الشراب وقاعد مستني ان التغيير ان انا هطلع طبعا مش هيضحي بلعيبه موجوده وانا لسه صغير في السن وهيكمل ال 90 دقيقه يعني ده لوجيك يعني ده بالعقل يعني خلاك تكمل ال 90 دقيقه. اتفاجئت ان انا انا من نفسي اوريدي مقتنع ده انا عملت اللي عليا خلاص يعني. انا قدمت مستوايا خلاص بقى اللي جاي ده بتاع ربنا. فقلعت الجزمه وقاعد مستنيه يقول لي رامي هيغير وبتاع. فلقيت كابتن زيزو مغير كابتن شريف عبد الفضيل كنا بنلعب ثلاث ديفندرات وكان احمد فتحي كان جنبي ديفندر كنت انا وشهاب واحمد فتحي وكان شريف عبد الفضيل باك رايت فرجع كابتن احمد فتحي باك رايت ولعبني انا وشهاب بس لعب اثنين بس عشان يهاجم عشان خلاص بقى اللي محتاج يكسب. فتفاجئت طبعا ان انا هكمل الشوط الثاني بعد ان انا ما طلعتش فقلت خلاص دي فرصه ثانيه ان انا اثبت نفسي ثاني وان انا اعمل ماتش كويس. فبدات ان انا اركز اكتر وان انا اجري اكتر وان انا اعمل حاجات ان انا اثبت نفسي في مصلحه الفرقه مش انا بس طبعا انت عايز مصلحه الفرقه وانت كمان عايز تثبت وجودك طبعا. فيعني انا بالنسبه لي انت يعني انا حسيتها ان انا ما لعبتش ماتش حلو قوي يعني حاسس ان انا خارج لا في احسن من كده مش راضي عن نفسك بالزبط. بس هم شايفين حاجه تانية ايوه بس بقى الناس لما طلعت لقيتها بتقول لي انت لعبت ماتش جامد يا جماعه ما جامد ايه ده انا كنتش قوي ده انا كنت خايف انا فحسيت ان الناس شايفه حاجه برضو يعني اتضح ان اللي بره بيشوف غير اللي جوه طبعا يعني. فاكر يعني وسائل الاعلام اتكلمت عنك قالت ايه ردود الفعل الناس طبعا اللي حواليك فاكر ان انا طبعا قال لك ده ناشئ صغير ومستقبله كويس ده لازم يركز لازم الاهلي يهتم بيه لازم فالحاجات دي بتديك حماس طبعًا. وبتديك قوه ان انت تستمر على ده. مين المدرب اللي بعد كده اكتشفك بقى او خلاك يعني خلاص هتلعب دفاع بعد كده هو يعتبر كابتن زيزو خلاص وبعد كده استمرت كده لان لعبني ديفندر ما لعبنيش مساك كمان يعني انا بدات العب مساك يعني فترات مثلا لما جه بقى مستر مانويل جوزي لعبني ليبرو ما لعبنيش بقى مساك يعني هو. طول الفتره الاولانيه يعني خلينا نتكلم انت كنت اصلا في قطاع الناشئين باك يمين باك رايت وبعدين اول مشاركه مع الفريق الاول كنت ديفندر تمام التغيير التغيير بس دي بقى انت كلاعب كوره عايز تلعب في اي مكان طبيعي يعني انت لو قال لك اقف جون يلا يا ابني اقف جون فاللي هو عشان تبين نفسك ومجهودك فده طبيعي. فانا كنت مبسوط مش فارق لي العب باك رايت العب ديفندر. فلما جيت برده يعني كابتن زيزو طبعا كان عارف ان انا بلعب مساك ففي ماتشات مثلا وديه لعبني مساك ماتش مثلا بعديها المقاولين لعبنا المقاولين ماتش رسمي لعبني برده مساك فبدات اتدرج لغايه بقى مستر مانويل جوزيه جه لعبني ليبرو بقى بس فبدات طيب. بقى الحمد لله ما انزلش احنا معانا كابتن من الكباتن لسه جايب سيرته ولعب معاك اول ماتش في حياتك مع حرس الحدود كابتن شريف عبد الفضيل اهلا بيك يا كابتن مساء الخير عليكم وتحياتي ليك يا رامي وكابتن هاني رمزي شريف كل سنه وحضرتك طيب يا كابتن شريف كل سنه وانت طيب كل سنه وانتم طيبين والعالم دايما خير دايما يا رب ان شاء الله انت طيب قول لنا بقى يا رامي قول لنا انا اللي اقول لك قول لي بقى قول لي يا رامي خليه هو اللي يقول الاول يا شريف كابتن شريف انا اتعلمت منه ان انا ادخل الجيم
يعني ما شاء الله عليه يعني. لا لا بلاش بلاش دي ولا لغايه دلوقتي ما شاء الله لغايه دلوقتي يا رامي لغايه دلوقتي ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله يعني. محافظ على نفسه محافظ على جسمه هو بيحب كده يعني دي حاجه كويسه يعني دي حاجه بستفيد منها ان يعني الجيم جزء من تمرينك كلاعب كوره. في ناس يقول لك لا المهاره في 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 دماغي يعني مش محتاج ان انا اعمل قوه ومش محتاج. لا القوه برده بتديك ان انت تقف على رجلك في الملعب يعني. فلا هو ما شاء الله عليه رامي. بس عايز اتكلم على بدايات رامي. كان رامي كان بدا مع كابتن زيزو هو كان بدا يطلعه معاه مستر مانويل جوزي على طول طمن رامي يلعب. احنا اول ما شفت لو تفتكر رامي حتى اتكلمت معاك في البدايات قلت لك يا رامي اهتم شويه وركز شغلك ان شاء الله هتحترف بره بعدها على طول. ليه كنت شايف ايه يا كابتن شريف؟ كنت شايف ايه عشان لما قلت له كده؟ لان رامي عنده امكانيات تؤهله. رامي لعيب كوره عنده دريبل عنده كوره عاليه جدا فنيا عالي ضامن كويس سوبر على اعلى مستوى. ويزيد على ده ان هو كمان بيقدر يلعب كذا مركز. يلعب باك رايت يلعب في الباك يلعب في الناحيه الشمال لو احتاجناه بيسد. يمكن الحمد لله بدايات رامي كانت عامله زي بداياتي كده هو يقدر يلعب كذا مركز. عشان كده قلت له ان احنا ما نعرفش مش ما عرفناش نعمله. هو ان شاء الله كان قادر وكان الحمد لله جات فرصه الاحتراف بدري شويه. رامي بس اللي اثر معاه شويه هي حته كم اصابه صغيره اللي حصل دول. والحمد لله ان هو خلاص يعني يمكن رامي عدينا المرحله دي الحمد لله وبقى في ثبات في المستوى والحمد لله. حته الاصابات دي بعدت تماما. رب دايما يا رامي كده ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا كابتن. لان انت مهم قوي وعنصر مهم جدا في الفريق دلوقتي ثبات التشكيل. مظبوط. الفايلر الفتره الاخيره الحمد لله بيعتمد عليه بشكل كبير جدا. انا مبسوط جدا بثبات مستواك. ان شاء الله يا رامي بقى عوده المنتخب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. اكيد يا كابتن شريف. اكيد يا كابتن شريف. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. وزي ما احنا بنقول طبعا من الاهداف الرئيسيه طبعا لرامي يعني هنجيلها شويه طموحاتك ايه الفتره اللي جايه. بس عايزين انا عايز اعرف النقله مستر مانويل جوزيه هو اللي حطك في المركز الليبرو وانت حابب اكتر مركز. انت دلوقتي بتلعب ليبرو سيرد باك باك يمين ديفندر. يختار لي واحده الاقرب يعني بالظبط الاقرب ليك اللي هو بيحس انه لا ده مكاني. هي الديفندر بحبها بصراحه يعني الديفندر لان انا بحب اشوط بحب ازيد بحب. وغلطه الديفندر عندك انت مطمن ان في حد يشيلك ورا. انما للاسف لما بتغلط في المساج بتبقى عامل ماتش جيم حلوه قوي طول 90 دقيقه تيجي تغلط غلطه واحده ممكن ما تجيش جون بس الناس بتفتكرها ما بتتشالش من اذهان الناس اللي هو انت غلطت دي. انما الديفندر مثلا طبيعي انك تغلط طبيعي بس بتبقى حاطط في دماغك ان في حد بس انت هداف برضو مع كل المراكز الدفاعيه اللي قالها كابتن هاني دي. بس انت برضو يعني زي كابتن هاني طبعا ما نقدرش نقول حاجه طبعا. احنا في رساله الناس عاملاها لك خلينا نروح نشوفهم قالوا ايه لكابتن رامي ربيعه ونرجع تاني. ماشي. مستنيين منك تألق أكتر ومستنيين منك تسعى السنة دي بإذن الله. كابتن رامي ربيعة كل سنة وانت طيب وعيد سعيد عليك وإن شاء الله اللي جاي أحلى ودايما مع الأهلي مكسر الدنيا. كابتن رامي ربيعة شباب من نادي الأهلي كل سنة وانت يا كابتن والحمد لله على سلامتك. بنتمنى منك المزيد والعطاء أكتر للنادي الأهلي وأمنيتنا منك ومن لعيبة النادي التسعة في الجزيرة يا كابتن السنة دي. ده اللي عايزينه منك ومن كل نجوم النادي الأهلي. اللاعب الكبير رامي ربيع إن شاء الله دايما في تقدم وللأحسن بإذن الله ودايما يا رب رافعين راسنا لفوق. أنا بحبك قوي يا كابتن ويا رب دايما تبقى في تألق ونجاح. لا طبعا هي يعني حاجة حلوة يعني. طبعا واهم حاجة التسعة دي يعني حتى احنا كلاعيبة محتاجينها يعني. انت كلاعيب كورة محتاج تعمل حاجة لنفسك يعني. انا نفسي الحمد لله واخد 2 بطولتين افريقيا بس انا محتاج برضو ازود وكاس سوبر بس انا محتاج ان انا ازود في لعيبة مثلا بيبقى ده مفروض تفكيرها ان هو انت ما خدتش حاجة انا محتاج ان انا اخد بطولة افريقيا عشان تتكتب لي في النادي يعني. انت بتلعب كورة عشان يعني تبقى ليك اسمك تبقى حاطط حاجة باسمك في النادي فدي تبقى ليها طابع خاص وليها طعم خاص يعني. الجمهور محتاجها احنا برضو كلاعيبة محتاجينها لان ده شغلنا يعني. انا بعتبره ان ده شغلي ان انا لازم ادور عليها تحقق في حاجة بالظبط يعني. تخيل انت الناس بتشجع النادي لمجرد النادي انت بقى بتشتغل فيه هتعمل ايه يعني. انا واحد من الناس نفسي طبعا لازم نسعى عليها. فدي دي برضو اللي حضرتك كنت بتقول عليها بعد كده ان شاء الله طموحاتك الفتره اللي جايه ويمكن يعني. ويمكن اتكلمنا كمان انا وانت شويه كان من طموحاتك رامي انك تستمر في الاحتراف الاوروبي يعني. طلعت عندك كام سنه؟
انا طلعت وانا عندي 19 سنه 19 صغير. حاجه ندمان عليا ان انا رجعت، مش ندمان ان انا رجعت النادي طبعا، ما اقصدش، لا اقصد ندمان ان انا مشوار احتراف، ان الواحد كان نفسه يكمل يعني. بس للاسف الناس بتفهم ان هو نرجع مثلا مصر عشان سبب ان هو مش قادر يعيش بره، مش قادر. كنت في نادي كبير سبورتنج لشبونه، الناس برضو تفتكر كان رامي من سبورتنج لشبونه، من الانديه الكبيره في البرتغال وعلى حتى مستوى العالم كله. قعدت قد ايه يا رامي هنا؟ قعدت سنه بس. يعني انا من اللي بقول لحضرتك القرارات اللي انا خدتها غلط، ان انا ليه رجعت؟ ما هي دي الفكره. ان هو كان معايا برضو وكيل اعمال برتغالي، بس يعني الموضوع يعني قال لك هجيب لك نادي، فانا كنت منتظر ان انا مش حابب اقعد احتياطي يعني. ما فيش حد بيحب ما يشتغلش في حاجه هو بيحبها، فانا طبعا. انا رايح البرتغال عشان العب، ما بقاش موظف يعني، ان انا رايح اتمرن وامشي، انا عايز العب وعايز اثبت نفسي وعايز احقق ذاتي. فما لقيتش نفسي ان انا بلعب، فاتكلمني معاه ان انا محتاج ان انا اروح نادي تاني، ان انا ابتدي مشوار تاني جديد، ما عنديش مشكله ان انا اقلل من مستوى النادي. ما كان ايه رده؟ كان ايه رده وكيل اعمال برتغالي طبعا؟ كان رده ان هو يعني، وكان معاه برده ناس مصريين يعني، كان في برده ناس شركاء معايا مساعدين يعني. بالظبط كده. فان هو ردوده ان هو هنجيب لك قبل شهر 6، وقبل ما حضرتك فاهم، قبل الفتح القيد وقبل الانتقالات والحاجات دي، وما تقلقش يعني احنا موجودين معاك. فطلع الموضوع ساكتين، وانا طبعا مطمن ان هما بيشتغلوا، لما بتكلميه هو انا شغال، فانت بجيب لك، فانا ساكت طبعا. فاتفاجئت في الاخر قال لك لا احنا ما عندناش حاجه دلوقتي، والموضوع بقى النادي الاهلي عايز يرجعك. فطبعا النادي الاهلي عايز يرجعك، ده طبيعي. وانا اتبسطت طبعا. بس الفكره ان انا عايز اكمل احتراف، عايز اكمل. وبرده في نفس الوقت ما ساعدش بالظبط. لا هو ما ساعدنيش في حاجه. انت ما ساعدش بعد كده؟ ما هو بالنسبه له الموضوع بقى، انا بالنسبه لي بتعامل مع وكيل اعمال، هو اللي بيعمل لي كل حاجه. هو انت كنت طالع لون يا رامي ولا كنت لا رايح بيع نهائي؟ يعني كان الموضوع سهل جدا. بالظبط، سهل ان انا اروح اي حته تانية. وانا واثق ان النادي الاهلي في اي وقت هيرجعني لبيتي. يعني دي ما فيهاش نقاش يعني. حتى النادي لما اتكلمنا ما اتكلمناش في فلوس. يا رامي انت عايز تيجي؟ انا عايز اجي. طب يلا خلاص خلصنا. بعتوا ناس وبعتوا فلوس وخلصنا. يعني ما كانش فيه نقاش يعني. فانا بالظبط، فانا ما كنت واثق من دي ان انا هرجع النادي. بس اكمل اشوف حظي في حته تانية، مش مشكله، بس هرجع للنادي. بس اشوف اكمل يعني. فما حصلش نصيب، بس يعني كنت اتمنى ان انا اكمل يعني. طبيعي كنت بسن صغيره. ويمكن دي القرار ما كانش يعني عاجبني ساعتها، لان انا كنت حابب ان انا اكمل الاحتراف طبعا. شاركت في كذا مباراه هناك يعني؟ ما شاركت في كذا مباراه، بس بعد كده نزلوني للرديف تيم بي. فما كانش كنتش حابب بقى النظام ده بقى يعني. ما كنتش حابب ان انا ابقى في تيم بي وانا مفروض جاي عشان تيم اي. فالموضوع بقى عندي بقى ان انا مخنوق، ما بقتش مبسوط يعني. يعني طبعا انا يعني الحته ديت ودايما بقول كان لازم تصبر. لو دي حقيقه ما بقول لحضرتك قرار غلط، هتفكر فيها. طبعا يعني هو مش قرار غلط ترجع النادي الاهلي، لكن لا قرار غلط ان انا كتير اكمل. يا كابتن هاني لا مش كتير. هو بصراحه مش كتير يعني. انا استعجلت برضو، بس انا عشان كنت متضايق يعني. كنت عايز تلعب بالظبط. دي مشاكل بتقابلنا برضو. ان اللعيبه بتبقى طالعه مستعجله انها تلعب بشكل مباشر يعني. حضرتك كنت شايف ان انا اصبر شويه على تيم بي حتى لو بلعب تيم بي؟ طبيعي. بس يعني, يعني ما فيش اصل مشكله انك هتلعب مع اصل هتلعب يعني. برضو خلي بالك ثقافه الاحتكاك مش زي برضو تيم ايه. ما بس انت ضمن الدايره. طبعا ضمن الدايره. محترف انت محترف هناك، انت راجل جايبينك من مصر محترف. تمام. ممكن جدا رؤيه المدير الفني لا رؤيته انت ممكن ما تكونش مقتنع بيها. فانزل شويه مع الرديف. انا تمام. لعبت انا في كاز لوتا، لعبت حتى مع الرديف ماتشين. ليه؟ لان كان في فتره شويه كان اصابه، وبعدين عشان ارجع اجهز قال لي لا مش هتجهز معانا، اجهز مع الفريق التاني. وقعدت العب مع الفريق التاني ماتشين ثلاثه لغايه ما قعدت، وبعدين قعدت ماتشين احتياطي وبدات ابدا. تمام. فالموضوع لا يعني للاسف برضو عندنا ثقافه اللعيب المصري شويه مستعجل جدا. مستعجل. وكمان بقى عنده حته اللي هو خلاص بقى يعني لو ما نفعش انا كده راجع وهبقى وسط اهلي مظبوط. فانا بس حته الاهلي دي ما اعتقدش ان في حد كده يعني. اقصد ما اعتقدش ان في حد بيزهق من الاحتراف عشان خاطر مش شايفيني نجم. لا ما فيش الكلام ده. انا رايح شغلي. بس ما حدش يعني نصحك ان زي ما كابتن هاني بيقول انك لا لازم تصبر شويه، تستنى فتره السنه مش كتير، فتره السنه كتير. ما حدش اتكلم معاك خدت رايه؟ لا اتكلمه طبعا. اخويا اتكلم معايا ووالدي اتكلم معايا ان تصبر شويه. بس نفسيا انت مش مبسوط يعني. هي الكوره عامله يعني نفسيا. انت لو مش مبسوط نفسيا في الملعب هتلعب ماتشات ابحش حياتك هتلعبيها. انك مش يعني تريحيني نفسيا هتلعب وهتلاقي الدنيا ماشيه والامور ماشيه
حلو، فانا ما اتبسطتش، ما ارتحتش نفسيا. الثقافه دي اختلفت دلوقتي، انه الناس فكره الاحتراف النهارده اللعيبه عندهم الفكر ده، اللي بيفكروا في الاحتراف بشكل مختلف، بيصبروا، بقت الدنيا مفتوحه اكتر بالنسبه لهم. الفتره اللي انت كنت فيها لا، لا كان في برضه ناس لعيبه كتير كانوا معايا، كان صالح جمعه معايا في البرتغال، بتكلم ان انا اصبر، ان انا ما هي بتختلف من شخصيه لشخصيه. انا ممكن انا طبعا زي ما كابتن هاني قال لحضرتك ان انا استعجلت شويه، ممكن كان اصبر شويه. عندي في لعيبه دلوقتي في الرديف بيلعبوا في اولمبياكوس وبيلعبوا في 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 هي بس زي ما بقول كرام الحته انك تكسر بيها شويه حته الصبر ديت، لان كمان في لعيبه كبار جدا جدا طلعوا ولعبوا ولعبوا في المانيا معايا، بس برضو حته الصبر شويه ما كانتش موجوده. قلت حضرتك ده قرار غلط، بس يعني طبعا بالزبط. يعني ده اولا وغير ده نصيب يعني، واحنا كلنا سعداء وجماهير الاهلي سعيده انك رجعت. طبعا انا مبسوط طبعا، انا قلت لحضرتك ان انا كده كده كنت مطمن ان انا هرجع بالزبط. بيتي بس بالزبط. بس ان انا اجرب بستيب ثانيه، خطوه ثانيه جديده، ما عنديش مشكله، فاهم قصدي؟ فدي بس اللي كان اللي كنت بس ان انا ندمت عليها شويه. عندك خطوه برضو مهمه في حياتك وهي اللعب في المنتخب، وانت لاعب منتخبات زي ما بيتقال عليك، المسيره دي برضو عايزك تكلمني عنها شويه مع المنتخب. المنتخبات برضو طبعا كابتن هاني هو اكتر واحد يقدر يفيد حضرتك في الموضوع ده، لان انا كنت كان بيدربني وانا كان عندي 18 سنه، وكنت بلعب مع المنتخب اللي هو ال 21 سنه تحت ال 21 سنه، فهو كنت بلعب مع منتخب كابتن هاني، وانا منتخبي كان كابتن ربيع ياسين كان 18 سنه، فكنت بلعب برضو في كله، وكان كابتن ضياء السيد معايا برضو بالزبط. يعني كنت في ثلاث منتخبات الاعمار السنيه، لعبت التصفيات بتاعت المنتخب بتاعت كابتن ضياء السيد، كانت كان جيل محمد صلاح ومحمد النني وحجازي والشناوي، دول اكبر مني بالزبط. وانا كنت اصغر منهم، وحضرتك كمان لعبت مع حضرتك التصفيات في التصفيات وبعد الاولمبياد، وطلعنا الاولمبياد بس ما حصلليش للاسف كان جات له اصابه برضه يعني وصلنا الاولمبياد، بس هو للاسف كان جات له اصابه. زي ما بيقولوا فعلا هو لعيب اصلا لعيب دولي من صغره، يعني اللعيب الدولي اللي بيمر بمراحل كل القطاعات، يعني مراحل منتخبات منتخب ناشئين وشباب واولمبي، لعبت الثلاثه لعب الثلاث مراحل يعني. بس حظي وحش في البطولات، باجي قبل البطولات ما اعرفش يعني. حتى في الاول لعبت تصفيات كاس عالم ولعبت اخر ماتش كاس عالم الصعود، بس ما روحش كاس عالم يعني، ما كان يعني حتى كان مستر كوبر كانت لفته محترمه منه ان هو يبعت دكتور المنتخب لألمانيا عشان يطمن ان انا، حتى قال لي لو ما لعبتش ماتشات وديه انا عايزك. هو كان بيحبك جدا على فكره، وكنت بتكلم مع محمود محمود طبعا من شخصيات محمود فايز، وكان بالنسبه لهم رامي ربيعه يعني في حاله ما هو سليم هو نمره واحد محمود. ده حقيقة يعني انا ما كنتش لعبت ولا ماتش بقالي مثلا 3 شهور، وقاعد 3 شهور مريح في ألمانيا، بعت لي دكتور ابو العيله لألمانيا يطمن ان حتى لو ما لعبتش ماتش بس اطمن ميعاد رجوعك. لو قلت لي ميعاد رجوعك قبل كاس عالم ماكش دعوه باي حاجه. فهو الراجل كان واثق فيا، دي لفته حلوه ادتني يعني طاقه ايجابيه ان انا اتعالج بشكل احسن. اسرع بالظبط. بس ما كانش في نصيب طبعا ان انا اروح كاس عالم. طب بعيدا عن الكابتن هاني، مين المدرب المنتخب اللي انت متاثر بيه، متاثر بفكره في كل مدرب بيديكي جزء يعني مثلا مش هقول عشان كابتن هاني قاعد، بس كابتن هاني من النوع اللي في المعسكر بيسيب كل لعيب يبقى براحته في اطار المسؤوليه، ان هو يعني في يعني كان في كابتن ربيع ياسين بيتبع منهج مثلا انا ايه، لا انا كنت كابتن فرقه المنتخب كابتن فرقه منتخب الشباب، انا كنت بدخل الم موبايلات من اللعيب. انت بتعمل كده بنفسك لان اوردر منه، لا اوردر من كابتن ربيع ياسين. كابتن هاني مش كده مثلا يعني، كابتن هاني بيسيب الامور بسيطه. فكل واحد ليه فكر، كل واحد ليه كل مدرب ليه فكر، لان هو وده كويس وده كويس يعني. هو وجهه نظر كابتن ربيع ان هو اللعيبه تركز عشان في ماتش بكره، اللعيبه ما تسهرش على التليفون، فكان يفوضك انت تلم الموبايلات من كابتن اللعيب. لا وفي برضه موقف مع كابتن هاني عمري ما هنساه، عمري ما هنساه. تحكوا لنا. اتفضل اتفضل. كنا بنلعب بتسوانا فكنا مسافرين، فاحنا اللعيبه بتخاف من الاكل اللي بره والاكل اللحوم اللي مش حلال والحاجات دي. فانا كنت بقعد مع النني، لان انا كنا اصغر انا والنني صغيرين، وكنا مصعدين مع المنتخب مع كابتن هاني يعني. فكنا بنروح نجيب احنا اكلنا بقى من السوبر ماركت، بس كابتن هاني طبعا كان مانع لان في نظام اكل وفي نظام تغذيه وما ينفعش الوزن والحاجات دي. فاحنا كنا بنروح نجيب جبن ونروح نجيب حاجه عشان كنا خايفين ناكل في المطعم والشيف اللي من هناك يعني.
فكابتن هاني ما اعرفش عارف منين هو وكابتن طارق ساعتها استغويت في ناس واقفه على الباب عارفه مين اللي بيطلع ومين اللي يروح ومين اللي هو برضو مفوت ناس فنزلنا التمرين كنا اول ما وصلنا نزلنا التمرين رجعنا كلنا عاملين بقى بنشوف الشنط عشان جعانين طبعا انا طالع من التمرين ما لقيتش فيها اكل ما لقيتش الاكل اللي انا جايبه شاريه وديت الاكل فين يا كابتن هاني وديت دخل بقى الاوض كلها خدته منين ازاي مقود يعني اللعيبه خد الماستر كي بتاع في التمرين وخلاص وانا عرفت ان اللعيبه جايبه اكل من بره واحنا حاطين نظام معين في الاكل ووزن وبلاوي سودا بقى شيبسي بلاوي سودا صح لا هو طبعا فقررنا رجعنا من التمرين انا ونني فبيقول ايه ده في حد دخل الاوضه فاحنا كنا ساعتها كنا فاكرين ان الناس بتسرق الموبايلات يعني في السفر بيبقى ساعات الاحداث دي بتحصل ان ممكن حد ياخد جزمه من شنطتك الحاجات دي يعني فاحنا كنا خايفين ان حد فلقينا اللعيبه كلها واقفه في الصف بره يا جماعه هو في حد حصل حاجه مين اللي كل الاكل كلنا عرفنا بقى ان الاكل كلنا اتاخد مننا يعني بس فساعتها كنا رايحين احنا بقى منتخب مع كابتن ضياء السيد مظبوط فحضرتك برضو خدنا الاكل منهم من خدنا جزء من الاكل لان احنا كنا هنسيب المنتخب الاولمبي نرجع لمنتخب الشباب نقعد في جنوب افريقيا عشان عندنا بطوله الشباب بقى فانا والنني خدناه وكملنا بقى اديتهم برضو نصيبهم كل واحد كسين شبه عشان الطياره بالظبط كده طيب مع حضراتكم هنطلع فاصل ونرجع نكمل حوارنا برحب بحضراتكم مرة تانية وبرحب بالكابتن رامي ربيع اللي مشرفنا في سهرة البيت الكبير النهاردة برحب بيك يا رامي وانت كنا قبل الفاصل كنا بنتكلم عن تجربتك في الاحتراف برا وتحديدا في البرتغال رجعت مصر مع الأهلي كلمنا بقى عن كواليس العودة دي اللي حصل الفترة دي كانت عاملة ازاي؟ لا هي فترة كانت صعبة شوية في ان انا ارجع النادي مش زي ما قلت قبل كده مش ان انا ارجع النادي لا ان انا عايز كنت اكمل بس الامور مشت بسلاسة بصراحة كان باشمهندس محمود طاهر ساعتها كان رئيس النادي تعاملت معاه واتكلمت معاه دايركت رجعني النادي ما كانش في اي كلام يعني موضوع كان بسيط يعني التعامل مع النادي في الحاجات الماديه او في الحاجات اللي هي بتبقى الفتره كانت صعبه صعب عليا انا ان انا ان انا كنت عايز اخد ستيب ثانيه اكمل في حاجه ثانيه بس انما كان انا ارجع النادي لا مبسوط طبعا مبسوط جدا ورجعنا على ماتش الزمالك كان ماتش السوبر كانت لعب في الامارات كان اول ماتش نتلعب في الامارات كسبنا 3-2 فكانت بالنسبه لي انه مبسوط جدا كان الماتش ده بالنسبه لي كان عوده بطوله بالظبط وان كان الاهلي برده كان خسران ساعتها في 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 الدوري كان يعني كانت حاجه غريبه ان الاهلي ما ياخدش الدوري طبعا فانت كنت محتاج ان السوبر تكسبه لان خطوه وساعتها كان في اسامي برده في 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 الماتش ده كان بيتكلموا بطريقه ان هم لازم نرجع النادي ولازم نرجع عملتوا كده فعلا وصلحتوا الجماهير وكان اداء يعني رائع فكانت الموضوع كان حلو انا فعليا صعب في حاجه في الاحتراف انما كحلو ان انا راجع بيتي تاني وزمايلي واصدقائي وان انا خدت كمان بطوله اول بطوله ليا اول ما رجعت اول بطولة ماتش ليا بالظبط اول ماتش ليا بالبطوله فكنت مبسوط جدا يعني فلا رجعت بيتي بسهوله يعني كان المفاوضات خلصت بسرعه يعني طيب نخش بقى للجوان خليه يقول الو الاول برضه في في تليفون في الو يلا الو الو ايوه كل سنه طيب برضه مش عارف عرفتوش لا اخويا بقى ايوه كده ايوه بقى لا عيب حسام اخو كابتن رامي ربيعه كابتن هاني كل سنه طيب كل سنه طيب انت طيب يا حسام كل سنه طيب وانت طيب يا حسام جمهور الاهلي الف مبروك طبعا للقناه طبعا كالعاده متالقه ورامي انا عايز اقول له منور انت تكذب احنا كنا مع بعض امبارح والنهارده ايه اول يوم لا ما شفتوش ما شفتوش بعض ليه لا عشان الدبيح بقى والحاجات دي فبيبقى بننام وطول الوقت فهو انا كنت جاي من السفر فعلا والصبح كده طبعا حضرتك عارف الطقوس الجميله لكل الناس طبعا اول يوم العيد كل امة الاسلاميه بخير والناس كلها يا رب بصحه وسلامه كان بيلعب في السكه حبيت انهي الاجراءات كلها بدري بدري يعني فالفكره كلها ان انا مبسوط جدا بوجود رامي والحديث الشيق طبعا مع حضراتكم والذكريات الجميله طبعا من منتخب الشباب لمنتخب الاولمبي للمنتخب الاول مرورا طبعا
بقصه الكفاح كلها، من البيت للتمرين للدراسه للكليه للسكه الحديد. ايوه انت كنت برضو بتلعب بتلعب في السكه الحديد. مظبوط مظبوط. طب ايه ما دخلت ما كملتش؟ ما حلفش الحظ يعني. انا كنت قعدت فتره كبيره من ناشئين نادي السكه الحديد، ورامي كان معانا من صغره واصابه صغننه كده الحمد لله. فقررت ان انا اكمل في موضوع الدراسه يعني، فقلت لا وان واي بقى خلاص. كنت بتلعب مدافع برضو ولا ايه؟ لا انا كنت فارود. وكنت فارود جامد، وعلشان كده رامي طلع مدافع تقيل. دي حقيقه. دايما كان كابتن رامي في اول كلامه كان بيقول ان اخوه هو اللي دايما بينصحه حتى في فتره احترافه بره مصر في البرتغال. كانت ايه اهم نصيحه حسام تقولها لرامي؟ اهم نصيحه لرامي هو اشتغل على نفسك. يعني حضرتك عارفه لعيب الكوره ده راجل المفروض يكون بروفيشنال، استثمار في كل حاجه. طبعا انت بتستثمر في تفكيرك، في روحك، في عقلك، في لياقتك، في الريبيتيشن، سمعتك، في صح. كل حاجه يعني ما يعني المفروض يبقى ده راس مالك في الحياه. توفر وتكرس مجهودك وتكرس حياتك. انت هو مش بقى مصدر رزقك، لا ده حياتك. صح. فانت انا كنت لما كنت بلعب كوره وانا صغير كان الموضوع بالنسبه لي بروفيشنال، اللي هو اكل بميعاد، نوم بميعاد، ذاكره بميعاد، وفي نفس الوقت كان ده بيديني طاقه اني اذاكر واجتهد وانجح. فده كنت بحاول انقله بصوره وباخرى لرامي. رامي احنا اصحاب واخوات وكنا مع بعض في مدرسه واحده. يعني حضرتك احنا انا فخور فعلا برامي، وفخور طبعا والشكر طبعا لوالدي ووالدتي دكتور هشام وبابانا ووالدتنا. بجد يعني بقدم لهم كل الشكر بجد بجد. يعني ناس تعبوا معانا جدا وفتره رامي وهو صغير لغايه دلوقتي، يعني لسه شايلين همنا لغايه دلوقتي. انا بقدم لهم كل الشكر طبعا من طبعا. كل سنه وهم طيبين طبعا، و كلنا فخورين برامي بصراحه. يعني كلنا عندنا فخر برامي، وكنا فعلا يعني نتمنى ان هو كان دي كانت كمان امنيته انه يكمل ونشوفه في الدوريات الاوروبيه، لكن هو رجع لنادي كبير، نادي القرن، النادي الاهلي، وبيحقق ان شاء الله وهيحقق ان شاء الله طموحاته وطموحات الجماهير كلها ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله وطموحنا كله الكبير ان هو رامي يؤدي كل اللي عنده، وان شاء الله ربنا يثبت اقدامه. واهم نصيحه دايما كنت بقولها لرامي ان دايما في هتلاقي في ناس بتنتقدك وفي ناس بتشيد بيك. الانتقاد دايما ده تخليه تحت رجلك علشان خاطر يعليك درجه، تخليك تبص لقدام. ما تسمعش كلام الجرايد. سمعنا كام مره ان رامي هيبطل كوره، سمعنا كام مره ان رامي انهى مسيرته الرياضيه، انهى مسيرته الاحترافيه. الكلام ده كله رامي يا جماعه حاجه 20 سنه معنا، حاجه 20 سنه بيجي له اصابه. ده راجل الريكفري بتاعه اسرع طبعا. كابتن هاني طبعا هو ممكن يشرح لنا بالاستفاضه الجزئيه دي. فالفكره ان وانس ان رامي بيحصل له حاجه بسلط الضوء. طب ما نفس الضوء اللي بيتسلط بنفس القوه لما بيحصل اصابه او يحصل حاجه هدامه للعيب. انا نفسي تتسلط لما يعمل حاجه كويسه، لما يجيب جون، لما يشجع الفرقه، لما ناخد بطوله، لما احس فعلا ان انا واحد متربي جوه النادي وخد خبرات من كباتن كبار زي كابتن هاني وكباتن اوروبيين، وخد خطوه احترافيه في اوروبا. راجل زي ما بنقول كده، انا والله مع شقاط رامي، بس الكلام ده لرامي بس يا حسام. جماهير الاهلي بتقدر رامي قوي، وعارفه قدره في الملعب، وعارفه قدر مهاراته داخل الملعب. النهارده معاك جدا ان وسائل الاتصال الاجتماعي وسيله ضغط اكتر، فدي يمكن ده يمكن اللي هو ممكن ينتبه ليه في الفتره دي، انه هو ما يبصش كتير على وسائل الاتصال، ما يركزش اكتر مع ما بيقول لك كده. لا ما ببصش خالص. ما قال لك الكلام السلبي. يعني انا لو في ناس بتركز بالظبط. انا لو ركزت مع الكلام بالاصابات اللي جات لي دي انا كنت ممكن اقع. ده طبيعي نفسيا اقع. يعني ان هو يقول لك اي اصابه بتجي لي، حتى يعني من قريب جالي بس واحد داس على وش رجلي في التمرين وش رجلي ورم، مش عارف البس الجزمه منه. قال لك اصابه اسبوعين ومش عارف الدكتور هيقول لك ايه. لعبت الماتش بعد 3 ايام. ليه بتهولوا المواضيع؟ يعني ما تخليها بسيطه. يعني لما العب كويس اشكر فيا، لما العب وحش
اتكلم وحش. انا برضو بكلمك رامي ببسيطة انت يعني. بكلمك لا انا مش بأ مش بأ ما بركزش ما هو قال لحضرتك ما بالظبط صح فهو قال لحضرتك حسام دلوقتي بيقول لحضرتك ان انا ما بركزش في الحاجه دي بالعكس اللي تتكلم وحش اتكلم انا بثبت في الملعب وفي مدرب في الاخر هو اللي يقرر بالظبط هتلاعبني مش هتلاعبني انا بشتغل شغلي وموجود مش انت كلامك الوحش اللي هيمشيني من النادي وكلامك الحلو اللي مش اللي هيلعبني ولا ده هينفع ولا ده ينفع اتكلم زي ما تتكلم اللي موجود هو مدرب هيلعبني او هيقعدني في قرار في الاخر احترم وفي اشاعه كمان طلعت عليك ان انت اشتريت فلوس كتيره قوي في موضوع التجديد صح لا يعني ده عادي ده يعني بس ده اشاعه خفيفه الاشاعات طايراك يعني استمرار بس عادي يعني الحاجات دي طبيعيه بس هي خلي بالك السوشيال ميديا زي ما ليها ايجابياتها ليها سلبياتها ده شيء لازم ناخد بالنا صح. وكمان بنتكلم على الجيل اللي طالع جديد كمان الجيل اللي طالع جديد يمكن مأثر شويه عليه السوشيال ميديا صح. لكن رامي زي ما بقول لك انت ما شاء الله عليك من وانت صغير انت شايف الهدوء شويه التفكير لكن مهما كان لاعب الكره وانت عارف رامي ان الضغوط بتزيد شويه وغصب عنك بالزبط. بتسمع لو ما لو انت ما تابعتش هتسمع من واحد صاحبك فخلينا نتكلم انت اتكلمت كلام هايل انت مركز في شغلك عارف التارجت بتاعك كويس قوي عندك الجايد بتاعك انت المدير الفني ده الجايد بتاعك بالزبط. وممكن يكون حواليك بقى اهلك اللي بيحبوك هم دول الجايد بتاعك وان شاء الله يعني ان شاء الله يعني يا رب ان شاء الله بقى منتخب مصر ان شاء الله باذن الله هو انت لو ما كنتش لاعب كره كنت طلعت ايه انا كنت هبقى عايز مهندس ديكور بس مش ما فهمش في اي حاجه في الديكور صحيح يا حسام كنت هتعلم صحيح الكلام ده مظبوط يعني هو بيحاول حتى يركز اليومين دول في موضوع الديكور ده فعلا طب حلو بزنس بقى مبوظ الدنيا بزنس ده انا قالب الدنيا ديكور البيت ولا جرب بوظت البيت طب جرب حاجه ثانيه ده هو بيرجع يصلح يرجع يصلح مثلا خشب مكسور اي حاجه بخربها تعالى حسام يصلح الحاجه اللي انا بوظتها رامي بيعتمد اعتماد كلي على خبراته الشخصيه في البيت هو بيبتدي يبوظ واحنا بنصلح مواهب عنده مواهب التبويظ بس ببوظ بس رامي مخلص كليه التجاره جامعه عين شمس حسام برده كان معايا في عين شمس كمان تقدير محترم يعني بجد تقدير كان تجاره برده نفس الجامعه كنت معاه في الجامعه يا حسام ها كنتوا مع بعض في الجامعه في نفس الكليه مظبوط 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 انا كنت قابله بثلاث سنين ورامي الحقني في اخر سنه يعني في الجامعه ويعني دي كانت رغبه والدي والدي بيقول لي انت لازم لما تحط ايدك في حاجه او تبتدي تعمل حاجه لازم تعملها بصوره كامله سواء كان بقى دراسه شغل حتى لو لعب كوره حتى لو بتلعب بلاي ستيشن فانت لازم لما تحط ايدك في حاجه لازم تبقى متفوق ومتميز فيها يعني الحمد لله طبعا ورامي احب يعني اقول له مزيد من التفوق وكلنا معاك كلنا في ظهرك والحمد لله بحب الناس وبالاحترام وبالذوق وبالادب هتبقى احسن واحسن واحسن كمان ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل التوفيق ليه ان شاء الله ومستنيه حاجات كثيره جدا في الفتره اللي جايه باذن الله شكرا جزيلا ليك حسام ربيعة شكرا كل سنه وانت طيب رامي ربيعة يعني الواحد ما عندناش وقت عندنا وقت الحقيقه لا ما عندناش وقت نتكلم عن فايلر لا طبعا يعني احنا بس في نقطه مهمه بتكلم فيها ان هو كويس ان عنده اخ زي ده يعني في ساعات الواحد بيفتقد اللي هو يكون حد كده يبقى بيديله الصوره قلبه عليك صاحب هو بالنسبه لي صاحب يعني بيديك الصوره الصح يعني بيديك الصوره الصح يعني يعني اي حاجه بعملها لازم اكلمه مثلا حصل كذا كذا بيبقى هو بيداري عليا طبيعي هو بيبقى بيديني نصيحه بيبقى اكبر مني فده احسن ما بيننا التعامل ما بيننا اخوات يعني بعيد عن اخوات احنا اصحاب يعني بالظبط كنت عايز اتكلم على فايلر صح هنتكلم عن فايلر بقى واستعدادات خلاص يعني 9 هننام دلوقتي 8 ليه انتوا عندكم بكره خلاص اوف ويوم الاحد ويوم الاحد خلاص هتستأنف التدريبات فايلر مهتم قوي يعني بقصه الدوري اكيد البطوله ان شاء الله تحسم للاهلي بس في نفس الوقت لسه ما تمش حسم البطوله بالظبط لسه بدري طبعا بالنسبه لنا الدور الثاني كله موجود كابتن هاني طبعا عارف ان الماتش بيفرق ويعني لسه الدوري في الملعب بالنسبه لي يعني ناس تقول لك الدوري لا مضمون لا انا ما فيش حاجه عندي مضمونه في الكوره ما فيش حاجه مضمونه يعني انا الاخر نلعب للاخر في الكوره في الملعب بالظبط كده فانت في يعني احنا اللي بنفكر فيه كلاعيبه بطوله افريقيا اهم انا بالنسبه لي انا واحد من الناس يعني الدوري بالنسبه لي رقم واحد بس انا بطوله افريقيا عندي اهم من اي حاجه دلوقتي مين يلعب بقى مين ما يلعبش مين يجي مين ما يجيش مش فارق المهم ناخد بطوله افريقيا فده ده 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 الهدف بتاعنا دلوقتي
طب انت واصل لغايه فين يا رامي من الناحيه البدنيه؟ لا الحمد لله. هو انا بس عشان في نقطه برضو الناس ما فهمتهاش في الماتشات الوديه ان انا برضو يعني في ناس قال لك لا دي التشكيله الاساسيه والحاجه دي، انا بس موقوف اول ماتش عشان اخر ماتش اتطردت فيه في ماتش سموحه فانا موقوف اول ماتش في الدوري، اول ماتش رسمي في الدوري مع انبي بالظبط موقوف في ماتش سموحه فيه. لان انا كنت كان تفكيري برضو في الملعب كنت عايز اقولها لك ان انا كنت في الماتش بفكر ان في كره اتلعبت من ورا داري اللي انا اتطردت فيها فعملتها بايدي، انا كان كل تفكيري ان هي لو عدتني الولد هيروح انفراد على الشناوي كان هيبقى النتيجه 2-0 واحنا في الدقيقه 80، فانا رد فعل طبيعي بزقطرد ان احنا نلعب على التعادل بدل ما نلعب على 2-0 فتبقى النتيجه صعبه فانا فكرت فيها ساعتها، ممكن تفكيري يبقى غبي شويه بس ده اللي فكرت فيه ساعتها. ده جزء من الثانيه بالظبط اللي هو انت يعني اللي هو هتعدي يجيب جون فلا ما ناخدش ريسك نلعب الحمد لله يبقى 1-0 ممكن نتعادل. التفكير بتاعي الحمد لله طلع صح ان انا تعادلنا في الاخر 1-1 ما بقتش هزيمه 2-0 يعني، فالحمد لله كان ده تفكيري. فانا بالنسبه للناس ان هي بتتكلم على ان هو اول ماتش او لا انا مش موجود اول ماتش، بحس ان انا عشان ماتش سموحه توقفت فيه بسبب الطرد يعني. وزي ما بقول لك رامي موجود مش موجود يعني مش فارقه مين المهم يعني انا قلت لك تفكيرنا دلوقتي بتوع افريقيا. برافو عليك انت موجود دلوقتي مش موجود دلوقتي بكره هتاخد دي ده طبيعي دي الكوره انا مش موجود النهارده بكره موجود غيري موجود، المهم الفرقه ماشيه، ما احنا اللي بتكسب ما بيقولش رامي اللي كسب يعني بالظبط فرقه النادي الاهلي كسبت. نصايح فايلر الليك بتبقى عامله ازاي؟ بتقول بيقول لك ايه؟ لا بنقعد نتكلم كتير انا وهو يعني شخصيه محترمه وشخصيه يعني بيقعد يتكلم على اللعيبه كلها على انفراد كل واحد بيفهم دماغه بنقرب من بعض من الكلام بالظبط يعني نتكلم مع بعض كتير طبعا هو يعني فاهم اكتر الدماغ بيحاول يقرب من الدماغ المصريه ان هو يفهم التفكير اللعيب المصري بيفكر ازاي، وبالفعل هو قدر يحط ايده كتير على نقط كتيره على الفكر المصري يعني التعامل معايا انا شخصيا لا بيتعامل معايا بشكل محترم ومع اللعيبه كلها بس انا بتكلم على لي انا بشكل شخصي الكلام الكتير مع بعض هو بيحب اللعيب اللي يتكلم كتير في الملعب يوجه زمايله الكلام في الملعب هو بيحب مش اللعيب يقعد ساكت ما بيحبش السكوت فكل الكلام ده بدا اللعيبه كلها تفهم ان اللي هو محتاجه وبنحاول ننفذه بحيث ان احنا نبقى نقدر نحقق اللي احنا عايزينه كلنا. هو طبعا مدرب كبير انا وجهه نظري عمل شغل على المستوى الفني وعلى مستوى الاداء وعمل كمان حاجه كويسه روتيشن يعني دلوقتي ما بقاش فيه بالظبط ما فيش اساسي واحتياطي عندنا دلوقتي يعني مش شايف ان في ازمه وما فيش حد بالظبط ده واصل للعيبه ان ممكن انا رامي يلعب النهارده بكره ما يلعبش ما يعني هو ما عندوش مشكله ووصل لنا ان احنا ما نزعلش من الحته دي حتى اللعيبه دلوقتي يعني انا ما لعبتش ماتش سان داونز اللي هنا بس لعبت اللي هناك ما عندوش مشكله في الحته دي يعني ومع ان انا لاعب كل معظم الماتشات او كل الماتشات يعتبر اللي في الدوري وفي افريقيا انا لعبها وجي ما لعبنيش ماتش زي ده هو ممكن يقسم الماتشات يعني ممكن يجي يقول لك انت مثلا رامي انا بكره هبدا بيك وبعد الماتش يقول لك خلي بالك لا بس الماتش اللي بعديه حد فلان بيتكلم يعني صح بيتكلم يقول لك مثلا انا محتاجك الماتش ده انا محتاج حد النهارده الماتش ده واحنا وصلنا لمرحله ان مفيش زعل ما بيننا يعني رامي زي سين زي جيم يعني كلنا واحد يعني مش فارقه مين اللي يكسب لان احنا وصلنا لمرحله ان احنا عايزين زي ما قلت لحضرتك ان احنا ناخد بطوله افريقيا بطوله افريقيا دي مش هتيجي لما انا ازعل واتقمص ان انا ما بلعبش لا ما اللي بيلعب مكاني ممكن يكسبني فليه ما يلعبش فانا في الاخر انا اللي هكسب وانا اللي هستفيد وانا اللي هيتقال علينا ان احنا خدنا بطوله افريقيا فاحنا دلوقتي الحمد لله كتيم ما حدش بيزعل او ما حدش بيحس في فرق في الحته دي وخلي بالك يا رامي المدربين الاجانب عامه بشكل خاص انا اتعاملت معاهم كتير جدا ما فيش الجزئيه دي مش موجوده يعني ما فيش بره يقول لك اصل ده انت مش هتلعب فيتقمص شويه فالموضوع زي ما هو بيشتغل كده هو بيشتغل انا 25 لعيب ال 25 ده انتوا تيم وورك صح رامي بكره موجود ممكن نستخدمه الاسبوع اللي جاي وهكذا فكويس قوي ان الروح دي واصله بشكل جدا دي حقيقه فنتمنى كل التوفيق لينا بقى ان شاء الله خير دعواتكم باذن الله طيب فرص دعواتنا طبعا لانه كمان فرص الاهلي في بطوله افريقيا ما هيش سهله في فرق كتير صعبه بعد الفاصل ده اخر فاصل هنتكلم فيه مع كابتن رامي ربيع
الفتح مبارك، وكل عام وأنتم بخير. الأستاذ عدلي ساب كوباية الشاي اللي بيحبها وقام مستعجل. ميرفت ما راحتش بروفة فستان الفرح، والأستاذ معتصم ما كملش الكتاب اللي كان نفسه يخلصه. وهاني ساب مروة ومشي بسرعة، ومروة مشيت وسابت الهدية. مدام وفاء بعد ما طلبت الأغنية قامت وما سمعتهاش. وائل وزيزو ما كملوش دور الطاولة مع إنهم مترهنين، لأن في الوقت ده معاد برنامج السادسة على قناة الأهلي. السادسة من الأحد إلى الخميس الساعة السادسة مساءً على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. عشرة الصبح في الأهلي مع كريم كوجوك ونهاوند سري. عشرة الصبح في الأهلي من الأحد إلى الأربعاء العاشرة صباحا على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. أعرفه من 35 سنة. من الآخر كده إبراهيم، ده أرشيف متحرك. عدل القياس صندوق الأسود بتاع النادي الأهلي. صفقات صفقات صفقات. حاجة غريبة جدا. أنا عندي منه ومحمد، وأنا عندي منه ومحمد. يبان في منكفة، في شقاوة في الشغل بينه وبينه. أقعد أقول له لأ، هو يقول لي آه. وبعدين بقى على الهوا هو مدرس العربي بتاعي. مناكف مناكف مناكف. المرفوع والمنصوب وبتاع ما بيجليش. لا بس يكفيك شر غضبه. شوف الشاسيه بقى ده. في 74 مناكفة عدل طلعت مجلة الأهلي. وبعدين أهم ميزة بقى، ما استلفش عمره مني فلوس يعني. عدل القيعي فصل مع الجن. عشنا أحداث كتير جدا مع بعض. رحت أنا والمهندس عدل القيعي كل مرة في كأس العالم للأندية. لما جت على روسيا بقى وكأس العالم خلع مني وراح لوحده. ملك وكتابة مع عدل القيعي وإبراهيم المنيزي. الاثنين والخميس الساعة 8 مساءً على قناة الأهلي. الأهلاوي مش هيسيبنا. زي ما قلنا قبل الفصل، دوري أبطال أفريقيا مش سهل، وانت بطل شايف الأهلي، يعني شايف المنافسة ديت ازاي؟ لا هي منافسة طبعا صعبة يعني، ولسه بقولك يعني المنافسة في الملعب ما فيش حاجة سهلة في الكورة يعني، ما فيش حاجة بتيجي بالسهل يعني. لازم تتعبي وتتمرني واحنا ماشيين في ده، في طريقنا لده يعني. الحمد لله يعني الدوري ماشيين فيه بشكل كويس ومحققين أرقام كويسة. في افريقيا ده اللي بس اللي محتاج مجهود، محتاج ان انت تفكر، لان انت وصلت فيه مرتين نهائي وما خدتهاش، فده النادي الاهلي مش متعود على ده يعني. فانك ده حافز ليك برده المفروض تاخده، انك النهائيين اللي انت وصلت لهم قبل كده لازم ده يبقى دافع ليك ان انت توصل للنهائي وتاخده يعني. ده انا شايف من وجهه نظري انا كلاعب، ان انا النهائيين اللي قبل كده استفاد منهم ان انا لازم اوصل للنهائي واعوض اللي احنا خسرناه قبل كده يعني. مش عيب انك تخسر، النادي الاهلي معودنا على ده يعني، انا من صغري متعود. مش عيب انك تخسر، بس العيب انك تتخاذل او تتاثر في حاجه يعني. فلا ما تاثرش يعني، ما فدوس على نفسك، ويعني البطوله تروح للي نصيب اقوى من اللي هو بيخلص في الملعب.
ودي فكره كمان جماهير النادي الاهلي كده يا رامي، يعني جماهير النادي الاهلي عندها برضه يا سهام ان هو ما عندوش مشكله انه يخسر، لكن لما بيشوف فرقته لعيب متفازل او فرقه بتموت صح نفسها في الحياه وبتدي كل اللي عندها أكتر. بشوفها كتير وشفتها كتير جدا بصراحه، يعني ممكن نبقى لاعب ماتش وخسرانين بس مموت نفسي وحاسس ان الاقي ردود الناس لا ولا يهمك انت، لا الجمهور الاهلي محترم في الحته دي بيقدر اللعيب اللي بيموت نفسه في الملعب. خلي بالك على العكس كمان، يعني حاجة ممكن نعمل نكسب بس شكلنا مش حلو ويكلموا فيها لان هما بينتقدوك عشان بيحبوك، يعني هما لما الجمهور ينتقدك ان انت لعبت وحش فده دليل ان يعني عايزينك احسن، هو بينتقدك عشان تحسن من مستواك مش عشان حاجه يعني. فدي حاجه انا بحترمها في جماهير النادي الاهلي ان هي ممكن تبقى فعلا زي ما حضرتك قلت كسبان وطالع حاسس ان انت ما عملتش اللي عليك، يقول لك لا انت مستواك النهارده مش قد كده، انت مستواك النهارده ما كان وحش، فده دي حاجه كويسه ان انت عايزينك على طول في احسن حال يعني. طبعا وبقول لك مش يعني جماهير النادي الاهلي مميزه بكده ومن سنين يعني من سنين. انا برضو فاكر في بعض الماتشات وانا كنت بلعب زمان وانا يعني للاسف ما لعبتش كتير في النادي الاهلي، انا دخلت النادي الاهلي عندي 10 سنين خرجت لرحله احتراف وانا عندي 20 سنه، لعبت تقريبا سنه ونص مع الفريق الاول. فانا كمان خدت ده معايا واستفدت منه على فكره كمدرب، ان ممكن جدا اقول للعيب انت انزل اعمل اللي عليك موت نفسك في الملعب وصدقني لما تعمل كده مفيش حد هيلومك خالص، مفيش حد خالص هيلومك خالص، اولا واخيرا يعني ده انت بتعمل حاجه وتوفيق ربنا كبير. الجمهور الاهلي ناضج ان هو بقى فاهم حاجه زي كده، الجمهور بقى دلوقتي ناضج لدرجه ان انت فاهم اللعيب اللي بيتغزل امتى وان مؤثر امتى، فالموضوع ده بقى اسهل يعني. ده حقيقه وكمان برضو متعودين من زمان النادي الاهلي تيم وورك، يعني النادي الاهلي عمر ما ظهر النادي الاهلي بيبقى فيه النجم الاوحد يعني. انا برضو يعني ما تخيلتش كل الاسماء على مر العصور، ارجع ان شاء الله 60 سنه لورا هتلاقي فريق النادي الاهلي كله نجوم وكل واحد في مكانه نجم بقيمته. بس الحاجه اللي مفتقدينها الجمهور بصراحه. طبعا. يعني دي اللي بتديك حافز انك تلعب طبعًا. يعني انت لما بيبقى في ماتش فيه جمهور يعني لا ده قصه ثانيه، اصل جمهور الاهلي يعني في الاستاد بطريقه مختلفه يعني تحس ان الاستاد كله جمهور الاهلي. ماتش سان داونز كان ممتع يعني، انا ما لعبتش بس كنت قاعد بتفرج على الموضوع، شكل رائع، موضوع ممتع والجمهور عنده وعي ان هو ازاي بيحط فيك ان انت خسرت ماتش قبل كده لازم تعوضه، يعني انت عندك حماس انك تعوض الماتش اللي خسرته من سان داونز قبل كده. فده قوه وده فكر، فانا بحب بصراحه ان الواحد يلعب بجمهور يعني ده اللي بيديك الدافع انك تكسب. يعني لما بتلاقي ماتشات من غير جمهور بتبقى ممله، يعني احتراما للماتشات وكل حاجه بس الموضوع بيبقى ممل طبيعي، تبقى كانها يعني حصه تدريبيه بالظبط. طب ايه رايك احنا بنتفرج على الماتشات في اوروبا من غير جماهير بس في الساوند تراك اللي بيتعمل بيدوا روح شويه، وفي كمان الماكيت في المدرجات طبعا ده مش هيغنى عن الجماهير بس يعني عمره ما يغنى عن الجماهير، هو بيدي جزء شويه مش نفس الروح طبيعي طبعا ده اختلاف 180 درجه. بس الفكره كلها ان جمهور الاهلي في ماتشات كتيره، يعني ماتش النجم الساحلي اللي هنا كسبناه 6 عمري ما انسى الجمهور في الوقت ده، يعني كان جمهور يعني كان مالي استاد البرج العرب، فلا ادانا حماس ان احنا كنا خسرين هناك 2-1 رجعنا هنا كسبنا 6. الجمهور يديك حافز انك تلعب، عايز مبسوط انك بتلعب وجيب جون تحس انك عايز تجيب التاني والتالت يعني. وخلي بالك يا رامي بيبقى عامل ضغط انك انت للفرقة حتى الفرقه الثانيه بتنزل اوريدي مهزوزه ولما بيجيب يعني جزء كبير قوي لما انت حتى في حاله وحشه وبتبدا الجماهير بتزقك وبتقف في ظهرك انت كمان كلاعب بتفوق، الحاجات دي طبعا مفتقدينها غياب الجماهير. دي حقيقة بتفرق كتير في صراحه في الملعب وفي ادائك، وانك حتى لو تعبانه في وقت طبيعي بتتعب من جري بتتعب من رجلك بتشد او حاجه، لما تسمع صوت الناس ان هي عايزه تاني تنسى التعب وبتجري تاني فدي حاجه بصراحه حلوه جدا، فاتمنى ان هي ترجع يعني. بس بعيد عن ان برده الموضوع الفيروس ده ربنا يشفي الجميع يا رب. طبعا يا رب ان شاء الله يا رامي، احنا كلنا بندعي طبعا، اولا عوده للجماهير يعني زي ما بيقولوا كده الكره للجماهير يعني طبعا. ان شاء الله بس الظروف اللي بنمر بيها ان شاء الله تعدي على خير يا رب ان شاء الله، ونرجع بقى نشوف بقى باذن الله. كل واحد عنده امل يعني، انا على المستوى الشخصي عندي امل ان شاء الله باذن الله بطوله الدوري ان شاء الله تتحسم بشكل كويس، بطوله افريقيه نوصل للمباراه النهائيه ونحقق الكاس باذن الله. وكمان بقى على اللي جاي كمان ان اشوف ان شاء الله رامي ربيعه موجود بصفه مستمره في النادي، ربنا يبعد عنك الاصابات يا رب. منتخب مصر ان شاء الله، انت زي ما بقول لك انت ابن المنتخبات يعني انت ما عندكش مشكله انك
في اي وقت من الاوقات هتخش منتخب مصر، عارف قيمه الفانيلا اللي انت لابسها، وكلنا ثقه فيك ان شاء الله رامي شاء وكل الله. اللعيبه، ووصل الرساله من هنا باسمي وباسم سام وكل اسره البرنامج ان شاء الله للعيبه ان احنا في ظهركم زينا زي الجماهير طبعا. ومستنيين ان شاء الله الدوري، مستنيين بطوله افريقيا يا رب ان شاء الله باذن الله طبعا. وانا بوعد جمهور النادي الاهلي طبعا ببطوله افريقيا ان شاء الله السنه دي للنادي الاهلي، لان احنا محتاجينها يعني كلعيبة محتاجينها أكتر من الجمهور. فأتمنى إن شاء الله دعواتكم بإذن الله، وطبعا دعواتكم موجودة في كل مكان، فربنا يكرم الجميع إن شاء الله. طيب أنت، إحنا خلاص حلقتنا قربت تنتهي، ما فضلش فيها يعني ثلاث دقايق دقيقتين. عايز أسألك في الآخر، إيه اللي أنت بتتمنى تحقيقه؟ طبعا دوري أبطال أفريقيا ده على المستوى المهني، بس على المستوى الشخصي إيه اللي رامي ربيعة نفسه يحققه في الفترة اللي جاية؟ نفسك تعمل إيه؟ شايف نفسك فين بعد ما يعني مسيرتك يعني إن شاء الله بعد وقت طويل ما تخلص، شايف نفسك فين؟ هتعمل إيه؟ الواحد ما بعرفش يحدد وجهته دلوقتي يعني، بس أنا اللي أنا مبسوط له يعني أحسن فترة يعني في حياة لعيب الكرة وهو بيلعب كرة. دي احسن فتره ان هو يستمتع بالجمهور ويستمتع بحياته، ان هو رايح التمرين كل يوم. دي احلى فتره في لعيب الكوره. فانا بصراحه الفتره دي بحاول اعيشها، يعني انا عايز اعيش كل تفاصيلها، ما احاولش اضيع منها فرصه ان انا رايح التمرين ابسط واروح العب واتمرن وما افكرش في اي حاجه تانية بعد كده. بفكر كل حاجه ومرحله ليها وقتها، يعني انا لما بعد وقت معين مثلا ممكن يجي لي حاجه تانية او حاجه احسن مثلا من اعلامي، او اقصد يعني تدريج كشغل بعد الكوره. انا بتكلم في شغل مذيع ليه لا، ما انا بقول لحضرتك يعني في اي وقت من الاوقات طبيعي ان الواحد يفكر في كده، يعني لازم تجهز من دلوقتي. ما انا هحاول كابتن هاني بقى نعكس ونحاول الكابتن هاني. دي اصعب شغلانه. ايه اصعب ماتش عملته كابتن هاني؟ انا اصعب ماتش عملته ماتش في حياتك واجهته؟ لا، في ماتشات كتير صعبه كانت بتاعي، مباراه الجزائر. ماتش الجزائر، مباراه الجزائر دي سنه 89، مباراه كانت صعبه جدا، وانت عارف ضغط عليك. انت عارف كمان لما انت بتكون عايز تكسب وبعدين تجيب الجون في الدقيقه 4 وبتلعب قدام منتخب كبير زي منتخب الجزائر، فطول الماتش بقى بنفكر ان احنا لا عايزين نحافظ على الجول، وبعدين ده هيوصلنا لكاس عالم غياب بعد سنين طويله. كان عندي لسه 19 سنه، فكان الماتشات اللود كان عليه عالي. بس طبعا هرجع تاني اقول لك، الجماهير 120,000 مخترق في الجزائر بيشيلوا اي حد. زي ما بقول لك في اخر دقايق كان فيه هجوم علينا، لكن السكن سبيريت والروح القتاليه اللي احنا سامعين الجماهير خلاص ناقص ثواني. فزي ما بقول لك حاجه مختلفه خالص. نورتنا رامي، بس عايز اخر حاجه يعني اخر حاجه تقولها لجماهير النادي الاهلي اللي بتعزك وبتحبك، تقولها ايه؟ لا، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم، يعني وقف جنبي كتير بصراحه، يعني انا في اصاباتي ما الناس بتحبني والناس واقفه جنبي، وحتى اداره النادي الاهلي واقفين جنبي، ونادي محترم ونادي يعني مش هقول كلام يعني اوفر، بس هو فعلا نادي عالمي. يعني انت كفايه ان انت تبقى موجود في اي حته في اوروبا مثلا، معروف اسمك النادي الاهلي، رحت كاس العالم الانديه. يعني نادي مش يعني عالميا معروف يعني. فبصراحه الاداره يعني سندتني كتير في فترات اصاباتي، الجمهور برده جمهور محترم وجمهور راقي وفاهم وناضج زي ما قلت لحضرتك قبل كده. فاتمنى لهم طبعا عيد سعيد عليهم جميعا طبعا في عيد الاضحى، ويتمنوا لي طبعا كل خير، ودعواتكم ان شاء الله كلنا كلنا نورتنا رامي. يعني شكرا جزيلا، كل سنه وانت طيب ونشوفك على خير ان شاء الله. ميرسي زو حضرتك. شكرا ليك رامي، انت نورتنا النهارده. دي كانت سهره العيد، بتمنى ان حضراتكم تكونوا استمتعتوا بيها، وان شاء الله البيت الكبير دايما مفتوح لحضراتكم ولكل بيت مصري. كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحى سعيد. تصبحوا على خير. تصبحوا على خير.